سقطت ما سقطت ظابنا، سقطت ما سقطت ظابنا، حتى لو سقطت ظابنا. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب. رحب بكم يا اخواننا في الجلسة الحوارية الباحثين السودانيين، المشاكل وآفاق الحلول. الفكرة بتاعت الجلسة انه كل واحد بيتكلم من واقع تخصصه البحثي العلمي المهني والمشاكل اللي فيه شنو والأفق للمستقبل، حلول للمستقبل. إحنا الباحثين أخواننا من أكثر الناس اللي بنحب المشاكل. ليه؟ لأنه المشكلة دي ده بيخلينا إحنا in business، بيخلينا إحنا شغالين. إحنا شغلنا أساساً حل المشاكل. لو ما لقيت مشكلة ما هتك ما هتشتغل صح؟ فبالتالي دارين كل زول المستقبل. عشان لما نمشي دولة مدنية نكون جاهزين بالأفق والحلول بتاعتنا، مش كده؟ فمرحب بكم، والمايك متاح للجميع، كل واحد يتكلم عن مشاكله. داري التطوع يبدأ منه كنداكا، داري يبدأ منه يا شباب، منو اللي يتكلم؟ تفضل يا أستاذ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأنا بتكلم في التخصص اللي أنا درسته. في هنالك مشاكل كبيرة جدا ممكن تواجه الطلبة في مثل هذا التخصص. أنا درست إدارة أعمال، كويس، درست إدارة أعمال، لكن أنا طيلة السنين اللي أنا يعني قضيتها في الجامعة ما حصل مرة دخلت مؤسسة. معروف أن إدارة الأعمال تنبني يعني على يعني نظريات، ولكن في جزء من التطبيق. فمحتاجين كناس إدارة يجب علينا أن نزور مؤسسات، نزور بعض الأقسام، إنه حتى نكون مع الناس الاستراتيجيين الفعليين، وحتى في زي ما يسمى بال الكرايسيس والحاجات دي. أنا هنا دارين نشوف إنه الناس دي بتدير كيف. أنا بنسمع إنه أنا كخريج قريت 5 سنة إدارة أعمال شرف، لكن يعني بنسمع بس إدارة أعمال قريتها نظريا، لكن فعليا ما أعرف أي حاجة فيها. فأنا من يعني من رأينا ولا يعني حسب اللي أنا شايفه صح، إنه مفترض إنه المؤسسات أو كالجامعات تندمج مع بعض المؤسسات، تكون عندها رابط مشترك مع بعض المؤسسات. لكل جامعة يكون فيها، كل جامعة يكون فيها عدد من المؤسسات، إذا كان للزراعيين، إذا كان للإداريين، إذا كان حتى للأطباء، أو أي مجال تخصصي في موجود في الجامعة يكون فيه مؤسسة. يعني الطالب في السنة الأولى السنة الثانية يكون يعامل يعني يشتغل براكتيكال، في أثناء يتم 5 سنة أو 4 سنة ويتخرج بكون أوريدي يتخرج طالب مؤهل، يعني بيستطيع يدير حركته. لا أسي لو ملاحظين في الدول المتقدمة الطلبة ممكن يدرسوا في الأسبوع 2 أو 3 يوم، باقي الأيام بتاعت الأسبوع بقضوها عملي. يعني بدرس 2 و3 أيام ممكن يقضيها عملي. يعني العملي أفضل من النظري 10 مرات. فهسي تلقى كثير من الناس هاملين شهادات بتاعت بكالوريوس، لكن يعني لو جيت عملي كده في الخبرات بتلقاه زيرو. فالشهادات هي ما مهمة، لكن المهم إنه الفراسة ده شنو. فأنا مرة يعني في المهد الأمريكي ده في زول بيتكلم بقول إنه لو جبت سوداني وسألته من الشهادات أي سوداني ممكن يطلع الأول، لو عملت مثلا يعني لو عملت لهم اختبار في الشهادات ممكن يجيب له يعني فايل كده مليون شهادات، شهادة بتاعت ايه ما عارف، وشهادة 6 شهور و5 شهور وسنة وسنتين و5 سنة، لكن اقل حاجة عملي ممكن يفشل فيه. فالناس التانيين الورة دي للدول المتقدمة دي بتشتغل اكتر حاجة بتركز على التطبيق العملي، والتطبيق العملي هو المهم. وشكرا. كنا بدور شكراني كنت جالس عن عند الدراسين كنا مشاكل تاع بحث وكده فأنا بقول عنه يمكن في الحضور بكون في ناس عند الدراسين الآن وكل مشاكل تاع بحث
أو في ناس بوست كلامي مشاكل تعبوس. أيتها أنا دايم بقول التجارب اللي مريت فيها على فكرة عمل أنا عندي سبدي عامل ماستر. زول في البداية يركز في سوبرفايزر. سوبرفايزر هو مهم جدا لأنه هو الأشياء اللي بقوم فيها أنه بوفر لك الداتا. عامل الداتا مرات يعني إشكال كبير جدا أنك تحصل على الداتا بشروط تجارة وكذا. والجانب الثاني بيكون جانب المادي برضه في مشاريع بتكون تكاليفها أكثر من بتاعها بتاع الطالب في أنه يعني ينجزه وكذا. لكن أنا بركز في أنه أنت اختيارك للسوبرفايزر المناسب تقلل لك حاجات كثيرة جدا. يعني في السوبرفايزر بكل علاقات عنده باع كبير في التقصص اللي انت دارك تشتغل فيه وكذا. أول حاجة الداتا هو بيجيبها لي. على سبيل المثال كان عندنا زميلتنا في السودان اشتغلت في شغل بتاع البترول في عبار بتاع شفرون كانت اشتغلوها في 88 في الميري في كردفان. كان داري عارف السبب لأنه عبار بتاع شفرون دي ليه ما البترول بتاعها كانت ما طلعت حاجة شنو. عشان يجيب الداتا بتاع شفرون الشركة بتاع شفرون رجعت أمريكا بقد ما في أي داتا هنا. فالسوبرفايزر بتاعتهم بعلاقاته بدفعته الزمان في أمريكا وكذا لقى زميل في أمريكا عشان يجيب له الداتا من الشركة ذاتها من شفرون من هناك. قبلهم واشتغل شغل يعني كان شغل بيرفكت يعني. فده كان مجهود بتاع السوبرفايزر. الحاجة الثانية أنا شخصياً برضو كنت في الماستر اشتغلت شغل بتاع سيزمي زراعي في السودان وكان عملت كونتيرزم بتاع اثنين من الكودات UBC والIBC Uniform Building Code والInternational Building Code. الاثنين الكودات هي كودات بتاع زراعي معمولة في أمريكا واليونيفورم بيلدينج كود الـ UPC هي بكت يعني ما شغالة هناك ينزل عام 97 بكت مكان سنة في أمريكا وأنا هنا شغالة فيها لحد الآن في السودان الـ UPC. فمفروض نتطور نفسنا لأنه ديرك لغة الـ UPC وكما شغالين بـ IBC الـ International Building Code. لأن الـ International Building Code أحدث وأدق وأنا مشتغل بالـ Velocity والـ Acceleration السرعة والعجلة بتاع الزلازل تبقى أدق من دي لأنه قاعد بيشتغل بالسيزم الجون الجون اللي يكون بيشتغل بالزوم بتاع الزلازل الزوم هو حاجة سداء وقال له الجون اللي يكون ونمسه عام 97. فأنا كان عملت الريسيرش بتاعي في 2014 وكنت دار عمل المحارة الغيرة وأجزامل بتاع الكيسس هنا في السودان. فلقيت أن الداتا بتاع الـ IBC ما موجودة في السودان خالص عشان تطبقها في الكيس بتاعته ما موجودة نهائي يعني ما في خالص. بقى كان في داتا كده عملوه ريليز في 2008 في العالم كله عملوه الأمريكان تديك الداتا بتاع الـ Acceleration والـ Velocity بتاع الـ الزلازل في مناطق معينة. كان في القاهرة في أديس في أسمرة في طرابلس في جدة في مناطق كده لكن كان مستوى الحس ما موجود في السودان. الدراسة بتاعتي برضه كان ما شملت الداتا بتاعت السودان أو الخرطوم وكده. أنا كان عملت الكيس ستدي بتاعتي في سنتر الخرطوم في مناطق اللي بيكون فيها الزلازل أقل ما يمكن. فكان ما في أي داتا عشان تقدر تطبق فيها الأبلكيشن بتاعت أي بي سي. فحتى المشرف بتاعتي قال يعني داتنا أساس نعمل الشغل دي ما لقينا يعني خالص. وحتى الموجود في العالم كان عملوا ريليس في 2008 بس فقط. ففي النهاية يعني قلنا نعمل حاجة أبروكسيميت كده بتاعت أنتربوليشن الشغل بتاع طرابلس والقاهرة وأديس
بتدور عنه جدة وبتدور عنه الخرطوم في النص. فعملنا التربوليشن وطلعنا منه الاس اس والاس اي اللي هو الداتا بتاع الفلوسيتي والداتا بتاع الاكسلريشن. ذاك طبقنا الكيس بتاع سلطنة السودان اللي هو خرطوم. الكيس الثاني هو يعني كيس بتاع المناطق اللي بيكون فيها النشاط الاكتيفيتي بتاع السيزم بتكون ضعيف جدا بتاخد اقل قيمه بتدور تبديلها. ف دي التجربه اللي كان انا عملته. فبنركز في انه انت اختيارك للسوبرفايزر بيزن لك حاجات كتير جدا. انا السوبرفايزر كان بيشرف علي كان بروف لكن كان من الزميله يعني اختارت سوبرفايزر دكتور يعني زول ناقش اسلام. انا كنا شغالين في الماستر زول ناقش دكتور بتاعه زول حديث دكتور بتاعه شديد. ففي الحاله دي انا غايته بحرك ان زول ما تختار دكتور زاد اذا كان شغال في الشغل بتاع البوست جراديت ما تختار دكتور هو حديث يعني هو ذاته يعني مرق من ماستر قبل سنه ولا حاجه وخش الدكتوراه وطلع يعني لسه ما اشرف على هو الزول ده ممكن يشرف على البكالوريوس لحد ما شويه شويه يكون له تجارب يكون له علاقات ده بعد ذاك يمكن يشرف لك لحاجات شويه معقده كده. شكرا. اسمك منو؟ أبو بكر يحيى. شكرا جزيلا يا اخوان. النقطة دي مهمة جدا جدا النقطة بتاعت اختيار السوبرفايزر. النقطة دي مشكلتها الوحيدة انه بقى ما في طريقة تختار لانه في اجرة بتاعت عقول يعني عدد الاساتذة السودانيين حوالي الدكتورة في الجامعات السعودية اكثر من الجامعات السودانية. الحاجة دي انا شاهدتها وخبرتها بنفسي لانه كنت استاذ جامعة الملك فيصل في السعودية. في جامعة الملك فيصل بس في اكثر من 200 دكتور حمل الدكتورة سودانيين جايين من كل الجامعات السودانية. فالمسألة بتاعت الاختيار بتاع سوبرفايزر بتواجهها صعوبة انه في هجرة بتاعت عقول. لكن نقطة مهمة جدا جدا انه الزول لو عندك أكثر من نفر في الجسم تشوف الأكثر خبرة. أكثر خبرة وبعدين السوبرفايزر ذاته ممكن يكون معاه كو سوبرفايزر. يعني المشرف الرئيسي ده ممكن يكون بروفيسور والمشرف الفرعي المساعد له ممكن يكون زول حديث التخرج. ليه؟ لأنه حديث التخرج برضه بيكون مواكب بعض مرات أكثر من البروفيسور. في عالم من العلماء البريطانيين عمل دراسة عن الدماغ. ما هي حوجتنا للدماغ؟ يعني الدماغ ده ليه؟ مش كده؟ القلب عشان بيضخ الدم، اليد عشان بنستخدمها، الرجلين. حوجتنا للدماغ ليه؟ فالبحث بتاعه بيقول حوجتنا للدماغ بتجي من حوجتنا للحركة. لأنه احنا بنتحرك من مكان لمكان. فالدماغ ده مطلوب لأنك انت بتتحرك، لو انت قاعد في نفس البيئة بتاعتك ما بتحتاج لدماغ. الليل لو كان انت شغلك في مصنع ولا بتاع انك بتشيل حاجه من هنا تحطها هنا بعد شويه الموضوع ده يبقى ميكانيكي صح؟ ما محتاج تفكر. بتجيك المكنه في السير كده بتشيل لها حاجه من هنا بتاخدها هنا. ضرب مثل بحيوان اسمه مخ البحر. الحيوان ده بيعيش في اعماق المحيطات وبيكون متحرك طوالي. في الحركه بتاعته بيتغذى على العوالق. اول ما يقرر الحيوان ده انه يستقر بيقوم بيلصق نفسه مع حجر في اعماق المحيطات. أول غذاء بيتغذى عليه لما قرر إنه يستقر الجهاز الدماغي بتاعه، أول حاجة بياكل الدماغ بتاعه ذاته. التجربة دي موجودة والناس ممكن تمشي تقرا الورقة العلمية بتاعتها. فالحوجة بتاعتنا للحركة دي هي الحوجة بتاعت الدماغ. فهو قام قال حاجة ظريفة. قال يا إخواننا في زول برضو في المجتمع بتاعنا العلمي والبحثي بيتغذى على دماغه. قال هو البروفيسور. ليه؟ لأنه البروفيسور بعد ما بيجا بروفيسور تاني ما بيكتب ورقة علمية بيكتبوها له طلاب الدكتورة وطلاب الماجستير والناس اللي بيشرف عليهم. طبعا هو بيهزر يعني بيضحك يعني بيوري انه في بروفيسورات كثيرين. الواحد تلقاه واخد الدكتورة بتاعته مثلا سنة 80 من سنة 80 ما جدد وطور بالتالي بيجا هو اوت ديتد هو ذاته بيجا برا الشبكة. اي نعم بروفيسور وهي درجة جامعية. الدرجة العلمية بتنتهي بالدكتورة وبعد الدكتوراه انت بتكون انتايتلد يعني بيحق لك انك تشتغل كاستاذ مساعد اسيستنت بروفيسور. دي درجه جامعيه زي الزول اللي تخرج من الكليه الحربيه اول وظيفه له ملازم مش كده؟ لما تتخرج من الدكتوراه اول وظيفه لك استاذ مساعد ولا باحث ولا كده. بعد ذاك بتترقى بتبقى استاذ مشارك. بعد ذاك بتترقى بتبقى بروفيسور استاذ صح؟ بعد استاذ دي ما في حاجه ثانيه يعني ما في شيء ثاني تعمله اكثر من كده. فهو ده بعد مرات بيخلي بعض الزملاء
في المجال البحثي والاكاديمي انهم تعني اطور نفسي في شنو يعني انا وصلت خلاص التوب مش كده بيشتغل شغل اداري يبقى مدير يبقى ما عارف في السياسه الى اخره. فبعض مرات البروفيسورز يعني احنا ممكن نختار زول عنده خبره لكن خبره مواكبه للحاجه بتاعت اسي نعيل البروفيسور ده هل عنده اوراق علميه قريبه ولا كتب منشوره في المجال ولا لا. لو في نمشي له. ممكن برضو يا اخواننا اختار مشرف ما في جامعتي مشرف من جامعه ثاني امشي انا في جامعه التقانة امشي لمشرف جامعه النيلين انا في الخرطوم امشي الى اخره. فده فيما يخص الموضوع بتاع الاشراف هي نقطه مهمه جدا جدا وشكرا تفضل بها الباشمهندس كتر خيرك. في اي مداخله ثانيه؟ أساس حسب your expert إنت زول باحث أنا ما أعرف المؤسسات دي لما يجي زول مثلا داير منها معلومة خاصة المؤسسات السودانية لما يجي شخص داير معلومة بتاعت بحث فهم يعني برفضوا الكلام ده. هل المعلومات بتاعت البحث البشيلة الباحث دي يعني بتعود لهم مثلا سلبية يعني مثلا بتعوغهم؟ أنا يعني لاقاني كلام زي ده قلت داير عمل بحث في دورة إدارة المعرفة بتقييم على المؤسسات مشيت أكثر من 10 مؤسسة برفضوا بقول لي هنا يعني ما بنقدر نديك البتاع. يعني أنا داير أسأل هل البحث ده أو إعطاء المعلومات بالنسبة للباحث يعني بيجيب مشاكل للمؤسسات ولا السبب شنو إنه هم برفضوا مثلا إن تعمل بحث في مؤسسة فلانية؟ شكرا جزيلا لك. ده سؤال مهم جدا جدا بتاع إنه ليه الناس بتمنع البيانات. يعني مشيت تسي وزارة قلت يا أخوانا أنا مثلا باحث في الإرصاد الجوي أدوني البيانات بتاعت الأمطار في السودان لمدة 30 سنة لورا. كونهم يدوني المعلومة دي ما بتقتل بيقتل عدم يدوني المعلومة. يعني دي المشكلة الكبيرة. الزول اللي اكتشف شبكة المعلومات الدولية اللي هي الورد وايد ويب اسمه السير تيم بيرنر لي هو سويسري. تيم بيرنر لي ده لما اكتشف القصة بتاعت انه الصفحات بتاعت الانترنت ممكن يتربطوا مع بعض وتحصل ما يعرف بشبكة المعلومات الدولية اللي هي احد خدمات الانترنت. الانترنت فيه شات وفيه شبكات اجتماعية وفيه ماكينات بتاعت بحث فيه حاجات كثيرة من ضمنها شبكة المعلومات الدولية WWW دي. الزول ده قال الانترنت او عامة المعلومات بصورة عامة عندها مشكلة تعرف بحضن البيانات الداتابيس هاجينج. انه لما تيجي داخل اي مؤسسه تقول يا اخوان انا داير المعلومات بتاعتي داير معلومات عشان اعمل بها بحث ما بدك ليها. المشكله دي ثقافيه موجوده داخل المؤسسات وعندها اسم اللي هو قلنا حضن البيانات حضن قاعده البيانات. لكن عندها مشكله ثانيه ونحن وقعنا هنا فيها في السودان اللي هي الهاجس الامني. كل زول بيفتكر انه والله لو اديتك معلومه المعلومه دي انت ممكن تضرني بها. الحل بتاع تيم بيرنر لي كان انه قدم المستوى المتطور من الانترنت اللي عمله سنة 89 اللي هي اسمها اللينك ديتا البيانات المترابطة مع بعض. انه زمان كان بتربط صفحة بصفحة صح؟ صفحة ده جدا www.com ولا .org ولا .net بتربطها مع صفحة تانية. حاليا بتربط بيان مع بيان. لو دخلتوا صفحة ويكيبيديا بتلقوا الكلام مكتوب نص وفي رابط صح؟ الرابط ده زمان كان بيربطك بصفحة حاليا بيربطك ببيانات ثانيه مش كده؟ لدرجه انه في رابط ممكن يربطك بتغريده بتويتر في تويتر مش كده؟ في رابط ممكن يربطك بمقال بسيط ولا بمدونه ببلوج. الحل بتاعه هو البيانات المترابطه وده بيتطلب انه يكون في اوبننس يكون السياسه بتاعت انفتاح انه كل المؤسسات يحصل فيها توعيه وتوري انه البيانات لو وفرتوها لنا احنا كباحثين هنعمل بيها حاجه تفيدكم انتم لقدام. اكثر زول عمل ذهب يا اخواننا اكثر زول بنقب ذهب في العالم جاب قروش من الذهب هو الزول جاب باحثين جيولوجيين قال لهم يا اخواننا انا بنقب هنا وهنا 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 دي البيانات اللي حصلت عليها لحد هسي وروني وين القى ذهب زياده. مش المفروض معلومات الذهب دي تموت بيها براك وكده؟ لا هو عمل انفتاح عمل اوبننس اداه للباحثين قال لهم يا اخواننا شوفوا لي ذهب القى وين اكثر. كل واحد فيهم مشى في النفض البحثي بتاع التخرج بتاعه ورساله الماجستير والدكتوراه كل واحد دار يثبت نفسه يعني دار يوري نفسه اشفت من الباقيين مش كده؟ وروه الذهب تلقاه اكثر وين؟ فالانفتاح في البحث العلمي افضل بكثير جدا من انك انت تمسك البيانات تخمها عليك. لكن الكلام ده بيواجه برضه بمشكله ثانيه بتاعت خصوصيه. انت لما تدي البيانات بتاعت الناس لو اديت بيانات مرضى السرطان
على الأقل الباحث لو هو ما مخول له بأنه يعرف المعلومات دي، الزول ده يعرف معلومات ما كان يفترض أنه يعرف بها. وده مجال بتاع بحثي كامل اسمه Privacy Preserving Publishing Data Publishing PPDM. فالمجال ده كله بيقول أنه كيف تدي المعلومات للباحث وفي نفس الوقت تحتفظ بخصوصية المبحوثين الناس الموجودين داخله. وفي أخلاقيات البحث العلمي عندنا ما يعرف بالinformed consent اللي هو الزول توريه والبحث بتاعه ده شنو والبيانات الطالبة منه شنو وحتستخدمه وين ويمضي على الكلام ده. زي الزول الداخل عملية هو قبل ما يخش العملية يقول له الله العملية دي فيها ريسك فيها مجازفة احتمال نجاحها 50%، فهل انت موافق عليهم نجري لك العملية دي؟ فماذا يبقى انت تقول خطأ طبي والله كتلوا لي زول ولا كده، انت موافق؟ وافق امضلي هنا ده، انت واعي للكلام ده تقرأ له الكونسيت بصورة كاملة. الباحث العلمي ونحن عملنا بحث هنا ده في الحتة دي عن دراسة لتوجهات وطلعات الشباب المعتصمين لما بعد الثورة المستقبل. فلما جينا هنا عملنا البروفة بروفيسور حسن بلا ودكتور عود ضحى أبو عبيدة وشخصي ورينا الناس انه في حاجة اسمها الانفورمد كونسنت، انك انت يا اخينا موافق انك تكون موجود في الدراسة دي، عشان ما تجي تدق لي جرس بعدين بعد ما انشرها ولا تبقى كتاب ولا كده تقول لي يا اخي اسمع لا 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 شيلوا اسمه الحتة دي مرتي مثلا عرفت انه انا مشارك في الدراسة ولا مش كده ممكن تحصل. فبالتالي انت لازم توري الناس انت بتعمل في شنو وتأكد لهم انه بياناتكم اللي اديتوني لها دي هحتفظ بها لفترة قدر كده بعد طوالي ما المفروض انه استخدمها تاني وما هستخدمها في 1 2 3 وحاستخدمها في 1 2 3. الفيسبوك وجوجل وكل الحتات اللي بتعملوا فيها حسابات في حاجة اسمها البرايفسي بوليسي، في زول فيكم قراء سياسة الخصوصية؟ في زول فيكم قراء؟ طبعا في محامين امريكان تطوعوا وقام طبعوها كده، هي مش كلام مكتوب لينكات وبتاع، طبعوها برا طلع 6000 صفحة. ليه؟ لأنه في سياسة الخصوصية بيكون مكتوب إنك أنت موافق على إنك تدي الموقع الفلاني فيسبوك مثلا فرصة إنه يشوف تلفونك صح؟ شوف الصور جوا، خش الاستديو يلفلف جواه، وفرصة إنه يشوف المايك بتاعك، وفرصة إنه يستخدم البيانات بتاعتك لناس فيسبوك وكل الشركات التانية المتعاملة مع فيسبوك. فيسبوك عندهم ريسيرش واو وبيتعاملوا مع شركات تانية برضو بتاعت ريسيرش. ليه؟ لأنه ده يحسنوا الأداء بتاع الموقع صح؟ أصل لما تضرب خدمات المشتركين في زين ولا MTN بيقول لك شنو؟ لأغراض الجودة والتدريب أن إحنا هنسجل المكالمة دي. التسجيل بتاع المكالمة دي الصوت ده بشيلوه باحثين يشوفوا كيف أنت تكلمت مع الزول ده والزول قال لك شنو؟ والأسئلة النوعية بتاعتها على أساس إنه يحسنوا في السيستم بتاعهم، بحيث إنه المرة الجاية لما تسأل في إجابات ممكن يخطوها لك آلية ما يكون في زول يرد عليك، بالتالي بقللوا من عدد الناس شغالين معهم، بالتالي قللوا من النفقات بتاعتهم صح؟ فلأغراض الجودة والتدريب دي نفسها الشركات لما تيجي تعمل لك حساب في فيسبوك ولا في جوجل ولا في أي حتة جوا مكتوب الكلام ده، لكن هل فعلا بيلتزموا بالكلام ده ولا لا؟ الحصل انه في فضيحة كبيرة جدا كان اسمها كامبريدج أناليتيكا مذكرينها لما جابوا مايك زوكربيرغ وعمل شهادة قدام الكونغرس الأمريكي، في فضيحة كان كبيرة جدا جدا انه الانتخابات الأمريكية تم التلاعب فيها بواسطة روس وغيرهم، لكن الشركة دي كامبريدج أناليتيكا دي الموجودة في بوسطن في الولايات المتحدة هي العمل الثغرة أو استفادت من ثغرة في فيسبوك بأنها شالت بيانات أكثر من 50 مليون مواطن أمريكي ويتلاعبت لهم في الرأي العام، وبالتالي قام رشحوا ترامب وما رشحوا هيلاري كلينتون. فالإمبليكيشنز التبعات بتاعت إنه البيانات تمشي لحتة غلط للزول الغلط خطيرة. ففي ناس من ناحية أمنية وده بيرجعني للهاجس الأمني، من ناحية أمنية بقول لك من البداية بديك البيانات أنا ما واثق منك تحت وديها وين وهل حتعمل بيها الحاجة اللي أنت المفروض تعملها بيها. وفي حاجة اسمها data retention اللي هو المدى الزمني لتخزين البيانات، قدر شنو أنا أشيل منك بيان السيدي أسنى زين أضرب لهم بالمكالمة يقول لي أغراض الجودة والتدريب أن إحنا والله حنسجل المكالمة دي هيحتفظوا بها قدر شنو ما أنا تكلمت صح وإنت خزنت الملف الصوتي ده هتحتفظ بها قدر شنو؟ دي المفروض أنه يحكم القانون بتاع الخصوصية. وأنا إحنا إن شاء الله في الدولة المدنية
حنعصر انه لازم القانون بتاع حق الحصول على المعلومه, وده قانون موجود حاليا ما مفعل, انه يتفعل, انه اي باحث يمشي لاي مؤسسه يدوه البيانات الدائره لاجراء البحث. لكن في المقابل برضو لازم نضغط بانه الباحثين يكون عندهم الوعي الكافي ومتبعين القوانين في حفظ ومعالجه ونشر البيانات. لما تقدر تنشر لازم تشوف البحث بتاعك ده هل بيتعدى على خصوصيه فرد ولا مؤسسه ولا جهه ولا كده ولا لا. ثالث حاجه نزيد الوعي في تقليل الهاجس الامني في موضوع اللي هو البيانات, تبادل البيانات لمعرفتها ونشرها والاستفاده منها. من مصلحه الجميع انه يدوا البيانات لاغراض البحث لكن مع الضوابط بتاعتها. شكرا جزيلا, ان شاء الله اكون جاوبت على سؤالك. شكرا جزيلا. بعد الاشياء بيكون زي بعمل لهم استبيان, يعني بعد المواضيع بتعمل استبيان. الاستبيان توري زول انه عندك الخيار ممكن تكتب اسمك ممكن ما تكتب اسمك. زول استبيان عنده خيار ممكن يكتب اسمه ممكن يكتب رايه بس ما يكتب اسمه. بعدك الاستبيان انت لو عندك مثلا 100 استبيان ترقيمه من 1 لحد 100 في النهايه انت بيهمك المعلومه المكتوبه بس. الاستبيان رقم 1 الاستبيان رقم 50 في النهايه انت داير المعلومه الجواه بس ما بيهمك جات من منو يعني. فبالتالي تدي خيار للزول انه ممكن يكتب اسمه ممكن ما يكتب كويس. وبعد ذلك برضو مثلا الاشياء اللي بتكون مربوطه بالتيك مثلا انت ممكن تشيل الاستماره بتاع الناس اللي سال فيها بيانات فيها كلام دي. بعد ذلك اذا الموضوع يعني هاي سريه كثيره مثلا ممكن يشيلوا الاسم يخلوا لك المساله يعني يكون زي الاستبيان ديك موجود فيها البيانات موجود فيها المعلومات. وبعدين بترقبه وتعمل تحليل وتلي منه الحاجه انت دايره بدون ما تكون عندك الاسماء بتاع الناس البيشن اللي كانوا ورق كده. بعدك من الحاجات اللي كان الناس بمنعوا عنه ما يديك المعلومه كان ذكر لنا زميل هو داري يعمل بحث في عيوب بتاع السيخ المصنع في السودان. السيخ بتاع التصليح بتاع المباني, السيخ المصنع في السودان العيوب بتاعتها داري يعمل فيها بحث. فمشى لفه في المصانع بس المصانع ابيض دوب. انا ممكن اديك السيخ بتاعتي تمشي تعملها عشان بعد شويه تقول والله السيخ بتاع الاسقاط والمكياج ولا كده دي عيوبها كده 1 2 3 لانه بالنسبه له يعني سبب له خساره في السوق كده يعني من الناحيه دي هم عارفين انه بكون في مشكله في القتال خاص انك تشيل معلومات بالذات الناس الموجودين بالانتاج وانهم منافسه في السوق كده. لكن ممكن تعمل بعض الخيارات يعني مثلا زي السيخ اللي انا قلتها دي ممكن تمشي جامعه الخرطوم لانه اللاب بتاع جامعه الخرطوم اكثر محل بعمل فيه التيست بتاع السيخ عشان يعتمدوها في المقاولات وكده. ممكن تمشي اللاب تشيل كل الداتا الموجوده في اللاب الجات من الشركات المختلفه دي تشيل الداتا بتاعتهم انه اي سيخ جات مرت في اللاب جات شنو وتابع لها الشركه بعدين بتعمل فيها. فبكون في خيارات يعني. شكرا ان شاء الله. طيب انا ذكر ناسي كلام الاخ الباحث هنا ده حاجه مهمه جدا جدا القصه بتاعت الانونيميتي اللي هو انه الحاجه تكون مخفيه. انا داير ابحث فلان ده واقوم اخد له رقم صح. الحاجة دي كلكم عارفينها انتوا يا اخواننا، دي بتحصل وين؟ في تصحيح امتحانات الشهادة صح؟ بيشيلوا بيفصلوا جزء من الورقة بتاعت الإجابات والفوق الاسم بتاع الطالب ورقم الجلوس دي براه، فأنت بتصحح ورقة وبعدين عشان يجي يضموهم تاني لبعض بيخدوا نمرة واحد مع واحد صح؟ اثنين لاثنين. دي برضو الحاجة دي ممكن تحصل في البحث العلمي. إنه تحصل أنونيمايزيشن للبيانات. البيانات نفسها لما نديها للباحث نشيل منها الحاجات اللي بيقول عليها personally identified information PII دي نشيلها برا. يعني تلفونك ساكن وين اسمك منو اي حاجه بتوري الزول ده رقمك الوطني نشيلهم برا وندي باقي البيانات اللي هي الديموغرافيه عمرك كم ساكن وين لو البحث له علاقه بالمكان ساكن وين الوظيفه بتاعتك شنو. دي حاجات وفي حاجات فيها اساليب كثيره. ممكن عمرك لو 20 سنه نقول انه الزول ده والله عمره ما بين 18 و24 بالتالي عملت شنو؟ جنراليزيشن خطيت الحاجه في اطار عام. الزول ده
لو راجل ولا مرة، لو هو والله لو في مرة واحدة في بحث في 15 راجل طوال هنعرف إنه المرة دي فلانة صح؟ نقوم بدل ما نقول إنه والله راجل ولا مرة نقول والله بشر. فممكن نعمل حاجات كثيرة في أساليب كثيرة في المجال ده، وده المجال بتاعي يا أخوان عملت فيه الدكتورانة ده اللي هو Privacy Preserving Data Mining، في إنه كيف نستفيد من البيانات بحيث إنه ما نفضح خصوصية أي فرد يعني. فدي أسي كان يعني حاجة جلبني للباحث في الموضوع بتاع الإرشاد الأكاديمي والاختيار السوبرفايزر والبحث نفسه وكيف نحفظ الخصوصية بتاع المجالات. نذكر الناس الحضور اللي معانا في اللايف في فيسبوك بأنه دي الجلسة الحوارية الباحثين السودانيين المشاكل وآفاق الحلول. كل زول بيتكلم في مجاله ولا في مهنته المشاكل شنو ويورينا الآفاق بتاعت الحلول ليها شنو. فالمايك ليكم يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. الاسم الكريم الخادم الشريف خريج جامعة الزعيم الأزهر قسم علوم تنمية المرأة بالضبط في كلية العلوم الحضرية. وبالتالي الحاجة اللي أنا قاعد أشوفه دائما المشاركة الشعبية. المشاركة الشعبية هي من أولى الحاجات اللي بتقود الناس إلى أن الناس تتقدم يعني ما تتأخر، تمام؟ لكن نحن لما نفهم المشاركة الشعبية ذاتها بطريقة خاطئة بما نحن ما بنقدر نقدم أنفسنا في نفس اللحظة. وعملية التنمية وعملية التغيير اللي نحن بنتمناها دائما أنه تكون مساعدة بالنسبة لكل الناس دي حاجة ضروري شديد جدا جدا والناس كلها تنتبه لها وتركز لها. وعملية المشاركة دي يعني المشاركة ما بتعني لك انك مثلا تقوم كفرد واحد على اساس انك تقوم بكل المهام او الواجبات اللي انت بتتطلبها على اساس انك انت بتحققها. المشاركة بتتضمن عملية بالتضامن والتكافل مع كل الناس اللي انت عايز انك توصل لهم الرسالة وانت عايز تحقق لهم الهدف. فبالتالي المشاركة الشعبية احنا دائما بننسى عنصر رئيسي شديد جدا جدا، عنصر المرأة، تمام؟ يعني هسه لو انتم ملاحظين انه في الفترات اللي فاتت انه المرأة السودانية ما قاعدة تلقى شنو مكانتها اللي هي بالضبط تكون على، تمام؟ فبالتالي عملية النظرة الدونية بالنسبة للمرأة دي سحبت المرأة انها تكون هي مختفية خلف الجدار على اساس انها ما تكون زهرة، حتى لو جات في بعض الاماكن، حتى لو حصلت اي ظرف من الظروف على اساس انها تكون ما زهرة، تمام؟ فبالتالي دي حاجات الخطأ شديد جدا جدا. ولو انتم ملاحظين هسي دي منبر بتاع باحثين السودانيين، فبالمفترض انه المرأة السودانية من ضمن الاولويات انها تكون موجودة مع الناس دي وتشارك معهم. يعني اغلبية الشباب هنا كلهم شنو اولاد، يعني البنات قليلين شديد جدا جدا، ودي حاجة ما بتأدي لعملية التغيير اللي جينا في الواقع الحقيقي. يعني احنا دارين انه المرأة السودانية تشارك بكل كفاءاتها بكل مقدراتها، تمام؟ على أساس إنه السودان القادم تكون سودان فيه نوع من المشاركة، فيه نوع من التكافل، فيه نوع من عمليات اللي بتقود الناس إلى عملية التنمية الحقيقية للبلاد السودان اللي عايشين فيها. والحاجة اللي نحن متمنينه دائما إنه التنمية تكون في السودان كرمز أساسي. والحاجة اللي نحن عايزين نتوصل لها التنمية دي من دون ما يكون في عملية المشاركة زي ما قلت لكم ما بتكون في عملية بتاع التنمية. فبالتالي احنا لازم نحاول كشباب وشابات نتكاتف على اساس انه نقدر نطلع لبر الامان من المشكلات اللي احنا عايشين فيها دي كلها. والشيء الثاني انه الشباب احيانا بتفكر، لكن التفكير اللي احنا بنفكر بها احيانا بتكون تفكير سلبي واحيانا بتكون تفكير ايجابي، تمام؟ فبالتالي بعض الناس بيركزوا على التفكير السلبي اكثر مما انه يركز على التفكير الايجابي، ودي بيقودنا على عملية الفشل. يعني احنا ما بنقول انه فشل، لكن احنا بنعتبرها مرحله من مراحل انه احنا ممكن نتجاوزها ونقاد لعمليه النجاح، تمام؟ فبالتالي من الضروري شديد جدا جدا كل شاب فكر في اي مشروع، فكر في اي برامج، فكر في اي نوع من الاشياء المعروفه في الحياه اليوميه يكون متمسك بمبادئه، وزي ما انطلق من فكره حقيقيه لازم يحقق الشيء على اساس انه تكون في ارض الواقع شيء حقيقي وملموس لكل الناس. ما تبقى زي ما هسه الناس تحدثت عن برامج بتاع المشاركة وإخباء المعلومات والحاجات الكثيرة دي كلها، دي الحاجات الممكن ما بتخدنا للأمام. لكن لما نحن مثلا بنفكر بطريقة إيجابية وبوعي إنه في الإنسان أنا الزول لما أدأمه بالمعلومات دي، المعلومات دي لما توديه يشيله معه ويقوم يعمل له عملية بتاع الأبديت، يعمل له تحديث، بيجي بفكرة جديدة. الفكرة الجديدة دي هي الفكرة اللي نحن اللي عايزينه على أساس إنه نطلع لبرا الأمان بها. فبالتالي أنا بشكر لأنه الشباب موجودين كثير جدا جدا،
وبحب انه الناس كلها تلقى فرصتها يعني دي ما فرصه لي انا برايي وكده وشكرا جزيلا اتمنى حضور المره دائما. طيب شكرا لك. انا بتذكر كنت في مؤتمر في بوسطن في الولايات في كونيتيكت اللي هو في جامعه ييل. ففي المؤتمر ده في ناشطه افريقيه اتكلمت عن مفاهيم مهمه جدا مصابه بها افريقيا دي، من ضمنها انه الشباب الافريقي قالت قاعد في مرحله انتظار الويت هود. ليه؟ لانه الجيل الفوق صابيها ماسك الحكومه وبتاع وما في قالوا يسلم المسيح الى اخره. فبالتالي عمر الشباب نفسه المعرف في الامم المتحده ل 40 سنه، انك انت من 16 ل 40 دي شاب بيجي امتده. كنا بنشوف انه زول عمره 80 سنه بيتكلم مع زول عمره 60 سنه على انه شباب، وفعلا بالنسبه ل 80 60 سنه شاب، لكن بالنسبه لعمر الشباب الزول ده عجوز صح؟ خلاص يعني انتهى يعني. فده المفهوم الاول. المفهوم الثاني اللي هو بتاع عدم مشاركه المراه الافريقيه، ولو شاركت بيشاركوا اليوجوال سسبكتس اللي هم شفتوا لما يكون في مثلا زورنا شالوه محفظته، مش في ناس كده يمسكوهم يقبضوهم يكفتوهم يقول لهم يا اخي اسمع المحفظه شاله منه، يقوم يقول لهم والله شاله فلان. ديل اليوجوال سسبكت المتهمين طوالي. في برضه بعض النساء في افريقيا ديل بيمثلوا في اي مؤتمر بتاع مرأة نفسهم تلقاهم سواء كانوا نساء في الاحزاب ولا نساء في المنظمات الدوليه ولا كده. الحاصل برضه نفس الحكايه هنا في منبر الباحثين السودانيين وفي كل الاعتصام. الكنداكات ديل هم اللي قاموا بالثوره صح؟ هم كانوا حجر اصيل في الثوره، لكن لما تيجي تقول لهم تعالوا اتكلموا عن قضاياكم ومشاكلكم وبتاع، بنجي راجعين تاني هنا ده للمجتمع بتاعنا ومشاكله. المجتمع بتاعنا مجتمع ذكوري صح؟ انه المجتمع بتاعنا الذكوري ده زاده في ناس بيخافوا يمسكوا المايك يتكلموا. يعني راجل ولا مرة؟ ديل في ديل ذاته تنتخب لك ناس بتلقى في نساء محددات ممكن يتكلموا. نرجع للحته بتاع شنو اليوجوال سسبكتس، انه في بعض النساء بيتكلموا في اي موضوع. ده تتكلم عن التربيه بتاعت الاطفال بيجوكم، اتكلم عن القنبله النوويه بيجوكم. فبالتالي النساء الشابات ما بدوا نفسهم ذات الاقدام بتاع انه يجي يتكلم عن مشاكلهم، مش كده؟ زي ما الكلام ده حاصل هنا لشباب كتار. الواحد تلقاه جاء نادي المخاطب بتاع اللغه الانجليزيه تلقاه قاعد هناك مع ست الشاي، بجيبوا يا اخوان النادي ده معمول ليكم انتوا عشان تتعلموا، يعني لو ما مارست لغه انجليزيه ما حتتعلم صح؟ يقول لك يا اخي والله يا دكتور يا اخي انا والله بسمع كويس. لكن قاعد بسمع كويس، لكن بتكلم كويس، انت بتكلم كويس؟ قوم امشي بادر خش. يا كنداكات تعالوا شاركوا، اجيبوا هنا في المنصه. بتجي هنا الاسقاطات الاجتماعيه. المثل بيقول انت ممكن تجبر الحصان انه توديه النهر صح؟ لكن ما بتجبره انه يشرب مويه. لانه شراب المويه دي حاجه منه، هو داير يشرب ولا ما داير يشرب؟ فانت ممكن تجيب الكنداكات للمنابر وللمايكات، لكن ما بتجبره انه يتكلموا. فهي دارين اقدام من المرأة والشابات السودانيات انه يتكلموا عن قضاياهم ومشاكلهم، بحيث انه ما يكون عندنا المسألة دي بتاعت انه الرجال بيتكلموا عن مسائل النساء. مسائل النساء النساء بيعرفوها احسن، مسائل الرجال النساء برضو بيعرفوها احسن صح ولا لا؟ سقطت ما سقطت ربنا. تفضل يا شباب. السلام عليكم. أنا عبد اللطيف بابكر، طالب في جامعة الخرطوم كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية والروسية. بس المشاكل اللي نواجهها في الكلية، أول حاجة عندك شنو؟ شح بتاع الأساتذة الأكفاء، يعني ما في أساتذة كده شنو أكفاء، والأكفاء كلهم شنو؟ تلقاهم بيغادروا الكلية ما بيكونوا قاعدين. فالمشكلة تاني بترجع شنو؟ بيجونا شنو؟ مساعدين بتاع التدريس، والمساعدين ذاته ما متمرسين. فهمت؟ والما متمرسين ديل كل سنه متنقلين، بدل ما يغلوا من شنو يعني يمارسوا شغلهم في تخصص واحد او في يعني في ماده واحده شنو يعني مقلبينه، في كل سنه بيدخلهم شنو في تخصص في ماده معين. فده واحد من المشاكل اللي بنواجهها شنو في الكليه. وثاني حاجه الايتار شنو؟ عندنا شنو نحن دارسين بتاع اللغات في شو بتاع شنو؟ بتاع اكتيفيتيز او نشاطات، يعني انه شنو المفروض اللغه محتاج لشنو نشاط يعني مغاتبه وكلام وكده ما في. يعني حتى في الكلاس الاستاذ بس بيجي بيدرسك كلام كده شفوي سريع سريع وبتخرج، ما برضه شنو الاستاذ هذا شنو ما مركز معك. فهمت؟ ما بدي الطالب شنو فرصه انه شنو يعني يقول رايه يقول افكاره كده، لا ما في. بس هو كده بس كانه سيستم
ولكانه روبوت بس شغال كده بس يجي يقول واحد اثنين ثلاثه الزمن كده انتهى خلاص ما عندي بيك مشكله ما عندي بيك شغله يعني تتعلم ما تتعلم ده ما مشكلتي المهم انا شنو ده حاجه معينه متيني شنو انا جاي ادرسك له وخلاص الموضوع منتهي وثاني حاجه شنو في الاكتيفيتي ذاتها يعني انا دارس شنو دارس انجليزي يعني خلال الزمن اللي كنت قاعد في الجامعه لحد ما يعني شنو انا لسه ما تخرجت لكن هتخرج قريب لحد الان انا ما حصل لي يعني شارك شنو عملنا انجلش كلب كده ولا هاي ولا روشن كلب ما في اكتيفيتيز نهائي ما حصل اتكلمنا يوم يعني ولا حصل الاستاذ جاي قال لنا شنو يعني مفروض الليله هيكون عندنا شنو يعني برنامج بتاع مقاتبه انه نتكلم نمارس اللغه ما في نهائي في خلال الاربع سنين انا ما قدت شنو يعني نادي بتاع مقاتبه دي يعني دارين شنو حلول للبتاع ده ونهنا كطلاب انه بنبادر في انه شنو نعمل الانجليش كلاب وما بس انه نلوم الاساتذه برضه واجهنا مشكله انه شنو في جامعه الخرطوم انت بتدرس تخصصين في كليه الاداب بالاقصى ما الكليات الباقيه بتدرس تخصصين لو كان في الجانب بتاع الانسانيات ولا بتاع اللغات طيب انا هسي دارس شنو انجليزي وروسي طيب المشكله وين انك يعني صعب انك شنو يعني توازن بين اللغتين الانجليزي والروسي وإضافة لكده إن شنو الواجبات بتاع اللغتين يعني كثيرة شديد فده يعني بعمل شنو انترفلك للاسم ده لأن شنو الناس تكون في زمن محدد وده يتعمل الانجليش كلاب إضافة لكده في شنو يعني غير انجليز روسي في ناس مننا نحن ذاتها في نفس التخصص بتاع الانجليز بتاع الروسي بيدرس شنو روسي عربي في ناس مننا بيدرس روسي لينجويستيك في ناس مننا من ناس الانجليزي يعني في انجليزي صيني انجليزي الماني وانجليزي فرنسي فالحكايه متشابكه كده مع بعض فهمت يعني ما عندنا زمن انه شنو نقعد ثلاثه نفر ولا اربعه نفر انه شنو نعمل لنا انجلش كده فكلنا مشبوكين اي زول شنو بس همه شنو في الليكشر بتاعه يعني تطلع من الليكشر ده تغش بيه جاي من الليكشر ده تغش بيه جاي يعني والليكشرات برضه شنو كثيره بجد يعني خمسه ليكشر في اليوم يعني حاجه كثيره شديد انك من الصباح تكون شغال لحد الساعه 6 بدون اني شنو فاصل حتى شنو يعني انا مرات شنو بجمع الفطور مع الغدا صغير والعصر مع الظهر صغير كده ما في تاني فهمت ده واحده من المشاكل برضه الحلول ان شنو يعني ان شنو يعني الطلبه يقولوا لهم شنو الكلاسس او التايم بتاع الليكشرز على اساس انه شنو يدون فرصه انه شنو يثبتوا نفسهم مع انه نحن ما جينا بس انه شنو نتلقى ندرس بس سايد كده جينا برضه شنو نمارس يعني نشاط ما بس انه شنو بس ماشينز كده وشغالين بس يعني نشيل نكف في الراس لكن ما بنفرغ فده مشكله انا بشوف انه شنو من ناحيه الاسم ده المقاتبه انه شنو حتى الاساتذه بتلقى نفسهم انه يخصصوا كورس معين، هسي ما في كورس معين لان شنو؟ للمقاتبه، فانه المفروض يخصصوا كورس معين، وفي الكورس ما بس يخلوا شنو؟ الزول اللي هو قادر انه يتكلم يتحدث، لا حتى انت لو ما قادر تتكلم يجبروك على اساس انك شنو؟ تجي تحاول قدر الامكان انك شنو تقول رايك، حتى بالحاجه البسيط انك شنو؟ بالممارسه شنو؟ الزول اللي اسمه الزول بيستمر بمشي قدام. وخير كده لو ما قادر يعني انك شنو بس تقول كلامك كده فلوينتلي ما في مشكله او ممكن شنو تحد يدوك ناس كده يقول لك شنو امشي حفظ النزه تعال قول دي برضه يعني حاجه ثاني حاجه حلول للاساتذه انا بشوف انه شنو اي استاذ مفروض شنو حتى لو جاء هو مساعد تدريس ما كان كواليفايد لازم شنو يكون بس متخصص في حاجه معين زي في الانجليزي عندنا شنو عندنا الليتريتشا وفوناتكس ومورفولوجي وسنتاكس وكده صح انت جيت بالسنه الاول اول مثال دوك انك شنو تدرس الكورس بتاع السنتاكس خلاص انت توازن في السنتاكس ده لحد ما انك شنو تكون كواليفايد في السنتاكس بعد ذلك يعني انك شنو تكون استاذ يعني موازف في الحكايه ده ما انك شنو في السنه دي يدوك شنو تدرس سنتاكس وفي السنه الجايه يقوم يغيروا لك الاسم ده فانك انت لما يغيروا لك الحكايه هتجي تاني لما انك شنو لحد ما تواظب وتعرف الطريقه الصحيحه لانك شنو توصل المعلومه للطلبه ده في القسم اللي عدوك له هيواجهك مشكله فانك شنو تقوم تكسر من حقك انك ما بتدي الطلاب ده معلومه كافيه انه شنو
ما بتدي الطلاب معلومه كافيه انه يستفيدوا منه. فده انا بشوف الحلول يعني الامثل انه شنو لازم تتصل في اسم اللغه الانجليزيه بالكليه العربيه. طيب شكرا جزيلا يا اخواننا. اتكلم عن عدد من النقاط وانا كاستاذ جامعي بتفق معه تماما. في مشكله بتاعت مناهج ما محدثه. المناهج نفسها يعني المنهج ده موضوع بحيث انه المنهج الموجود يجي الاستاذ يسمع بس ويقوم يمشي او رب 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 مش كده ويمشي. في مشكلة تانية بتاع التدريب الأساسي نفسهم بحيث انه يقدموا المنهج ده في قوالب مختلفة. الليلة يا اخوان المحاضرة انا ممكن اقدمها باكتر من شكل. انا قبل كده ضربتها مثل قلت في الساينس كوميونيكيشن الترويج للعلوم. العلوم دي يا اخواننا بعد مرات بتكون صلبة جدا وما في اي زول بيقدر يستوعبها. بعد مرات انت محتاج حاجة إيضاحية غير انك تتكلم كلام بس ويسمعوا زول ويفهموا. محتاج تعمل العلم بتاعك ده في شكل بتاع حركة. يعني يعملوا الناس شكل مسرحية. في حاليا في مبادرة في هولندا اسمها دانس يور بي اتش دي. ارقص رسالة الدكتورة بتاعتك. لو جيت انت دكتور وكونوا لك فريق والفريق ده خليتهم يرقصوا رقصة بحيث انه الناس تفهم الرسالة بتاع الدكتورة بتاعتك شنو، انت الفائز الاول. وقد كان كل سنة في فريق بحثي وبيتكلموا على حاجات very sophisticated، حاجات معقدة جدا جدا. كيف ما اعرف علاقة الجينات بالخلايا الجذعية بشنو؟ بيجوا ناس بيعملوا الرقصة دي وعندهم قناة في اليوتيوب ممكن تمشي تشوفوا الرقصات اللي فازت السنين اللي فاتت. فدي كلها انواع بتاعت ساينس كوميونيكيشن. الحين الحاجة دي يفترض انه يدربوا عليها الاساتذة بالاضافة لتطوير المنهج بالاضافة لشيل المواد اللي ما في لها داعي عشان تقلل المنهج يكون مهضوم. يعني ما ممكن تاخذ لك خمسة محاضرات تمرق من هنا لهنا. ثاني حاجة لابد من مراجعة داخل الجامعات نفسها التخصصات وتقاطعها مع بعض. يعني ما كل التخصصات تلفق مع بعض. ما ممكن احنا يكون المناهج بتاعتنا والكليات بتاعتنا معمولة بالطريقة بتاعت الخمسينات والستينات. الحاجة دي بيساهموا فيها طبعا البروفيسورات القدام. لما تجي في السينت ولا في مجلس الأساتذة ولا كده دار تقدم مقترح انه والله يا اخوان الكلية دي المفروض نعيد تسميتها ولا المنهج ده، دي ما الحاجة اللي هم عارفينها، ما محتاج انه يتعب تاني. طوالب يقول لك لا 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 لا، لا شوف الشفع الصغار ده جايين هسه ده يعملوا لنا وسطوا لنا القصة وكده وبتاع. فيبقى بالتالي برضه مشاركة الشباب الأساتذة الدماء الجديدة في توجيه مستقبل. يا اخوان انا شفت لي ماجستير بتاع كمبيوتر ساينس وموسيقى مع بعض. يعني تدرس ماجستير بتاع حاسوب ومعه موسيقى في جامعة ستانفورد. التعليم العالي الأمريكي ده ما أمريكا ده مسيطر على العالم إلا بالتعليم العالي، لكن لمقدرتهم هم على استيعاب الحياة الجديدة. لو جبت أي كورس جديد قدمت المنهج بتاعك قلت لهم أخوانا أنا دكتور داير أقدم لي حاجة عن الحاسب الآلي والطب، مشيت ناس كل ده الطب جاي على الخرطوم. في أمريكا بيقول لك أوكي جيب الكورس بتاعك وأطرحه، لو في طلاب سجلوا فيه طوال يعتمدوا. والإثارة الفضول داخل الطلاب نفسهم في انه يا اخي والله انتوا حتتعلموا حاجه جديده مش كده. في زول بيقول والله بحب الكمبيوتر، في زول بحب الموسيقى، لو اديته حاجه جامعه بينهم الاثنين. وفي فيديو يا اخواننا قبل كده عامله عالم بتاع الرياضيات، الفيديو ده بيتكلم عن انه ليه الموسيقى سمحه، ليه بنحب الموسيقى؟ يعني سقطت ما سقطت دي ما موسيقى صح، انا قلت لكم سقطت ما سقطت لعدد من الاسباب. واحد منها اللي هي التعود انه انا اضاني سمعت النغمه دي قبل كده مش كده. الحاجه الثانيه البارتيسيبيشن اللي هو المشاركه بتاعتك. الموسيقى لانه فيها ميلوديز مكرره، فيها انغام، فيها كوبليه مكرر، الحاجه دي تخليها عزبه جميله عندنا. ففي عالم بتاع الرياضيات عمل تجربه انه يطلع له نغمه موسيقيه ما فيها حاجه مكرره، طلعت موسيقى شنيعه جدا جدا. فده زول استثمر علمه في الرياضيات في انه يدرس الموسيقى ويعرف ليه يجاوب على السؤال ليه الموسيقى سمح مش كده؟ يبقى بالتالي الناس اخذتوا له ماجستير بتاع موسيقى مع كمبيوتر ساينس، في ماجستير بتاع موسيقى مع رياضيات. فبرضه التداخل التخصصات والنظر للمستقبل دي حاجه المفروض انه نعيد النظر فيها في التعليم العالي في السودان. الحاجه الاخيره اللي اقولها، انا في جامعه هارفارد مشيت مدرسه هارفارد مدرسه كينيدي للحوكمه، كينيدي سكول فور جوفرنس. الزول اللي مشيت له زيارة هناك قال لي انه الجامعة بتدينا قروشة نحن كطلاب عشان نمشي نعزم الأساتذة ونقعد معاهم في جو خارج الجامعة عشان نستفيد منهم.
ما هو الأستاذ جاء الجامعة لمنه؟ للطالب. الجامعة من ضمن الميزانية بتاعتها بتدي الطلاب قروش عشان يمشي يعزموا الأستاذ في قهوة ولا بتاع ويتونسوا معه، لأنه الونس الخارج قاعة الفصل دي ممكن تكون بتحدد حياة الطالب في المستقبل، مش كده؟ ممكن تجيب بحوث إضافية إلى آخره إلى آخره. اليونانيين عندهم حاجة اسمها الأغورا. الأغورا دي أقدم فلسفة بتاعت إنه الناس تقعد مع بعض وتتونس، عبارة عن زي خيمة كده ولا عشة كده، الناس تقعد تحتها وتتونس تتكلم في مواضيع، ودي دائما بتطلع منها الأفكار. بيقول إنه البريطانيين ما تطوروا، ما حصلت النهضة بتاعتهم دي إلا لما خلوا البيرة، شراب البيرة الواين ده، واتجهوا للقهاوي. في القهاوي الونسة بتاعتهم بقت شكلها مختلفة لأنه الناس واعية. زمان في البارات الونسة بتاعتهم الناس سكارة، أتونس أقول شنو يعني. فالمسألة دي برضو بتاعت إيجاد علاقة صحية ما بين الأستاذ والطالب، دي هل بتطلع منها الانوفيشنز والكرياتيفيتي. فدي برضو حاجة المفروض إنها تكون تتخطى في الاعتبار للمستقبل، أساسا بتحسن العلاقة ما بين الأستاذ والطالب لصالح المستقبل يعني. تفضل. شاكر ومقدر لمؤسسة الباحثين السودانيين، ده خطوة جميلة جدا جدا إنه يكون في منتديات زي ده، إنه يا حبذا زي يكون في كل زمن هجوم موجودة، وده قد تكون أول يوم لينا تحسسنا إنه يعني في ملامة بتاع دولة المواطنة بتجينا. عشان أول يوم إنه بنلقى لي مؤسسة زي ده شغالة، دي نقطة طوالي بقودنا. إنه أنا اسمي إسحاق يوسف إسحاق، قريب في كلية شرق النيل قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية، التخصص محاسبة. شيف الاسم ذاته مركب كيف، قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية والتخصص محاسبة، معناته ثلاثة مادة ولا أربع مادة، إنه ثلاثة كلية إنه ولا أربع كلية. يعني أنا من سنة أولى لحد نتفارق في سنة رابعة إنه أنا أدرس أربع كلية في آن زمن واحد. هل هي لما هنا بنسأل السؤالات، هل هي رأس الإنسان؟ هل هو إنه أنا ده قبل ما نخش للمواد ده الكليات إنه أنا قاعد أشيل فيها في الرأس واحد، هل هي رأس بيشيله بجرار ولا إنه رأس بتاعت الإنسان ولا هي أقلية الإنسان واحد إنه قاعد تدرس؟ الشيء الأساسي أنا قاعد أدرس مادة أو كلية، لأنه مفترض إنه كلية ده بكون قايم بذاته إنه أنا قاعد أدرس فيها، ده النقطة الأولى. النقطة الثانية أنا خريج بـ 62 مادة، 62 مادة بمعنى إنه أنا من سنة أولى عندي 9 مادة، 8 مادة، 7 مادة، لحد في 5 مادة، 5 مواد. لو جيت لميت المواد في خلال 4 سنوات بتصل 62 مادة تقريبا. طيب في باقي الدول المجتمع بتاعهم مجتمع متطور ما قاعد تمشي شنو؟ يعني الطالب بيكون عنده مادتين او ثلاثه ماده لحد ما انه تتخرج. الماده الاولى الرياضيات ده شيء اساسي، واللغه المانيه شيء اساسي، والماده التخصص شيء شنو اساسي. لكن انينا هنا في دولتنا قد تكون حاجات ده منفيه تمام جدا جدا، ما قادرين على اساس انه عشان نقدروا نركزوا في شيء شكل المادة اللي إنه تكون إنسان ممكن هيكون مبدع فيه، يكون فيه يركز بجانب التفكير والتحليل في آن واحد. أنا جيت داير نعمل بحث التخرج، فأنا بحث بتاعي من المفترض إنه يكون في حرية الفرد عشان إنه يكون هو يفكر في داره الذاتي. أنا فكرت إنه يا أخي أنا بكتب النجيب المرة، طالما إنه إنسان محاسبي وإنسان بتاعت الاقتصاد بكتب النجيب المرة. طيب قال لي انت يا جبر مرة دير تكتب يا تو بحث من دير تكتبه. قلت له انه يا اخي انا انسان طالب بحث العلم زي ما هسي مكتوب الباحثين شنو السودانيين، من المفترض انه الطالب في جامعة هيكون بنفس الاسم طالب بحث العلم. قال لي انه يا اخي ما هتقدر تكتبه. قلت له انا بقدر بكتبه، هي كل الحاجات الانسان اللي انه كتب الكتب ده هي كتب بجانب الاغلب، وانا ذاتا محتاج عشان نكتب بجانب الاغلب. انا بكتبها البحث بتاخد 5 شهور، قال لي انه بتاخد 3 شهور. قلت له انا لحد هنا
ثلاثة شهور أنا بجي بسلم عليك البحث وبكون متابع معك عبر شنو عبر التلفون برسيل عليك حتى لو محل ما كان أنا ماشي ما عنده شبكة برسيل عليك هنا بكون برضو من علي إنه يا أخي أنت تكتب ثلاثة شهور ما هتقدر تكتبها المهم تخويف كثير بالنسبة للطالب يعني الشيء الأساسي اللي أنا بنتكلم عنه عشان يكون طالب مبدي واحد يشيله الكثرة بتاعت المواد تكون ما موجودة الطالب في من السنة الأولى طالب جامعي من المفترض هو يكون عنده شنو يكون عنده أكثر حاجة يكون عنده ثلاثة مادة ليه ثلاثة مادة؟ لأنه هو يكون مبدي فيه النقطة الثانية لما أنه أنا داير أكون أنه أنا إنسان اقتصادي داير مثلا أنا داير أقرأ اقتصاد ذو الاقتصاد والمحاسبة والإدارة ده كلهم بلمهم سوا مثلا مشروع نمسك مثال مشروع الجزيرة بلمهم الثلاثة نفر ديل لما نلمهم بلمهم سوا بديهم مثلا 30 فدان بقدم وراه جنو قدام أول حاجة بقدم التراكترات طوالي وراه ماشي إنسان محاسبي طوالي ماشي إنسان الاقتصاد وراه مباشرة بعدك هو إنسان زراعة شيء أساسي والهو ماشي عليها دي الماشين وراه بيسجل كل شنو النقاط المحددة لمدة بتاع شنو لمدة بتاع 3 شهور لحد ما إنه ينجز لي شنو البحث العلمي يجي ينجز لي بنفسي من وين إنسان بتاع الغابات إنسان الغابات لما إنه أنا إنسان غابات سنة رابعة دير نحصل عليه في سنة رابعة ما متاجين لك في سنة ثالثة في سنة خامسة عشان تجي تكتب لي بحث جايز بقدمك إنه طوالي بقدم في خلا مثلا نمسكه السارة الكبرى حدود ليبيا مثلا أو الشمالية بالتقريب كده بكون فيها موية متوفرة لما يكون فيها موية متوفرة الإنسان ده بدخله طوالي كده بديها جرارات بتاعه بديها تراكترات بتاعه كل الآلات عشان يمشي شنو عشان يقدر يمشي مقلية الخابات يقدر ينتج لي شنو البحث وراه طوالي ماشيين شنو ذو الاقتصاد ذو المحاسبة ذو الإدارة برضو طوالي بنفسي من ولا لأنه ديل الثلاثة الأجيال ده ما ممكن إنه حيتفصل بجانب شنو بجانب الاقتصادي في داخل الدولة دي طوالي الأجيال هنا النقطة إنه ما بخلي عشان طالب سوداني عشان يفكر في جانب التفكير بكون في سلطة شنو بكون في سلطة ذكورية طوالي مباشرة أو في سلطة أبوية مباشرة دي النقاط اللي إنه بخلينا نيجي شنو ما حد يفكره السلطة ده هي السلطة الذكورية خلانا إنه يوم الليل عشان إننا مجتمعنا ذاته عشان إنه ما حيقدر يفكر ليه في نفس اللحظة داخل المنازل الجنة لما إنه أول ولد لما إنه داير يفكر أنا لما أقول ولد بنفس البنية والولد كله في يعني الله ما بنفس الشروط الولد هو بنفسه هلا هنا عشان يقدر يفكر كيف إنه هو يقدر يفكر بكون في سلطة ذكورية أو في سلطة أبوية قاعد يجي يسيطر شنو للولد في البيت بعمل له بالطبع في نفس الحاجات اللي هو قاعد يفكر يلا هنا لنا مجتمعات فوتونا بياتوا كيفية فوتونا بمثابة إنه يعني قاعد تدي حرية الفرد عشان تفكر بنفسه بذاته هي بنفسه لكن أنينا في مجتمعنا أو مجتمع الأفريقي أو مجتمع السوداني أنا بنقول مجتمع سوداني وليس مجتمع الأفريقي وليس مجتمع شنو عربي لأنه أنينا مجتمع سوداني نقول سودانيين في مقام شنو الأول ده النقطة الأساسية إنه بغدني أنا يعني بغدني في دار إنه يكون في حرية الفردي عشان أنينا بنقدر نفكر في دار إنه كيف التفكير وكيف التحليل وكيف إنه أنا لما إنه قاعد أفكر في النقاط المحددة ده بكيف إنه عشان أنا نقدر نتلل المجتمع برا الأمان إذا إنه يا أخ الليلة كده أنا بنسأل السؤال وقد تكون الدكتور ذات عاملة ماجستير أنا شخصيا يعني بنسأل السؤال هل إنه يا أخي سودان ده اللي نينا موجودين فيه هل في عالم كده طلعت إنه أنتج لنا بس مصباح كده أو أنتج لنا يعني مثلا بحث لنا من الكهرباء أو جاب لنا قانون محدد على أساس إنه أنينا نكون ويشين فيها بس النقاط المحددة فيها عندنا قانون الأول قانون لام في الريديات ده يوم الليلة ذاتها ما بكون في اسم بتاع التذكير بتاع اللام بس موجود لام ما قدرنا نعرف حل اللام لما أقول حل اللام منون ذاتها يعني ما موجود اسمه ده بيتار إنه يعني عشان يمسح هوية بتاع الإنسان الفردي يكون تكون موجودة أنينا السودانيين في مقام الأول قد تكون أكثر ناس مبدئين أكثر ناس أذكياء في غرة أفريقية وغرة العربية لو جينا مسكنا نموذج
يعني قبل الإسلام أو ما بعد الإسلام دخول الإسلام مباشرة يعني بعد الحرب العالمية الأولى بعد الحرب العالمية الأولى تقريبا كانت جزء من إقليم إحدى من أقاليم السودانية على وهي إقليم الغربي تحديدا كانت فيها يعني قانون بقوله قانون دالي حسي القانون ده حاليا شغال فيه الأمريكا شال منه 200 بعد الحرب العالمية الثانية لأنه هو الحرب العالمية الأولى ما قدر عشان يسيطر شنو عشان يسيطر الإقليم الغربي طيب أنينا لو إنه مجتمعنا لو جينا عشان نقدروا نشوف إنه مجتمع هل هي ذكي ولا ما ذكي يعني مجتمعنا هي ذكي بغاية الذكاء طيب نموذج حسي في الدول الآسيوية زمانك في عام 1989 من 87 لحد 89 كانت كل المعلمين بيجي بيشيلوا من السودان بودو في اليمن بودو في السعودية بودو في العراق بعدك إنه عشان نقدر نعلمه لديرك لكن يوم الليلة يعني علمناهم بيجي بقوا بدرونا نين بقوا بدرونا نين يوم الليلة نين محتاجين لآمن التغيير لحكومة العسكر بنفسه ذاته لكن يوم الليلة هم بقوا ركائز الأساسية بالنسبة للدولة السودانية وحكومة العسكر ما بيخلونا فرصة عشان إنه أنينا نقدر نفكر في نقطة بتعديلة أنينا علمناهم بالمناسبة كده إذا أنينا نذكر تاريخنا لأنه تاريخ بين السودان مجتمع السودان اللي علم إنه باقي شنو باقي الدول أنا هنا النقطة الأساسية أنا بنركز عليها يعني الشيء اللي أنا اتكلمت عنه النقطة بتاع إنه يكون في حرية الفرد في جانب بتاع التفكير إنه هو يفكر بذاته النقطة الثانية إنه عشان يكون في تعليم نوعي داخل الدولة السودانية ما يكون في كمي أنينا تعليم الكمي ده يا كفانا محتاجين لتعليم النوعي تعليم النوعي ده أنينا بنجيبه أولا يكون في تجريد نصوص الدينية في تار المنهج اللي يكون موجودة ده النقطة الأولى النقطة الثانية بيكون في قلة بتاعت المواد اللي يكون موجودة بيكون في ثلاثة مادة الإنسان الماشي الجامعة مثلا نرجع طوالي في مراحل الأساسية يوم الليلة بنلقى في السنة الرابعة الطالب عنده 8 مادة الثمانية مادة ده الطالب ده بودي وين 8 المادة ده 8 مادة أقل حاجة إنسان في السنة الرابعة لو جينا نعمل عملية المقارنة في زمانك يعني ما عنده أدنى علاقة إنسان السنة الرابعة يوم الليلة للسنة الرابعة شنو القديم ولا ذو السنة الرابعة القديم ممكن تقارن بإنسان في السنة الرابعة في إنسان خريج يوم الليلة ده بغضنا في التعليم شنو الكم وليس التعليم شنو النوع لحد هنا أنا شاكر ومقدر لهذه الفرصة لكن يعني بشكرك إنه يا أخي مرة تانية ما بات الدولة المواطنة يعني الله منتديات ما حيجيب إن شاء الله أشكرك إلى حين نلتقوا في دولة المواطنة دولة المؤسسات نقود يقودنا جميعا كده وأنينا نقود مؤسساتنا أشكرك شكرا لك يا أخوانا في محادثة في موقع تيد اسمها Crash Course in Creativity يعني درس ولا هو كورس مقتضب كده عن الإبداع التفكير الإبداعي أنا دعيت أستاذ سموال الشفيع وهو بيقدم دورة بتاع الكتابة الإبداعية دعيته أنه يتكلم هنا في المنصة هو زول بيقدم يعني فيلسوف بيقدم عدد من الحياة المفيدة من ضمنها العلاقات ما بين الراجل والمرأة يعني ودي حاجة بتواجه كمية بتاع الشباب بالذات التينيجرز المراهقين والمراهقات وكيف أنه الواحد يفكفك الحاجات دي وكذا الموضوع بتاع الكراش كورس إن كرياتيفيتي ده كورس برضو بيدرس في جامعة أمريكية شوفوا الكلام ده يعني بيدرس كورس اسمه الإبداع تخيل تكون تمشي لك جامعة عشان تقرأ كورس اسمه الإبداع والكورس ده ملتي ديسيبلري يعني مختلف التخصصات ممكن تخش الكورس ما بس بتاع الأداب يقرأ أداب وبتاع الهندسة يقرأ هندسة ممكن بتاع الهندسة يختار كورس في كلية الأداب بتاع الأداب يختار كورس في كلية الطب ما أنا عندي مزاج أنت مالك قافلني صح فالكورس ده بتقول شوف الطريقة بتاع التدريس كيف لو قلنا 1+1 بيساوي كم؟ 2 صح؟ دي الطريقة بتاع التعليم الكمي إنه كل الناس بتصل لخلاصة واحدة إنه المسألة واحدة والإجابة بتاعتها واحدة إنما التعليم الإبداعي أو التعليم الكيفي إنك تقول للزول الإجابة 2 دي الإجابة أنا أديتك الإجابة قل لي في كم طريقة أو في كم رقم ممكن أجمعهم لبعض ويدوني النتيجة 2 في كم رقم؟ 1+1 0+2 1.5+0.5 بلقى انه في عدد لا نهائي من المسارات بتوديني نفس البتاع معناها الرساله شنو من الدرس ده الرساله انه ما في اجابه واحده وده بيفتح الافق للباحث انه كلامك قد يكون صح وانت مختلف معاي وكلامي برضو انا صح مش كده الليله احنا لو عينا في المشهد ده يا اخوانا اللي قدامنا ده دي القوات البريه
ودي وزارة الدفاع وداك ما عارف شنو. لو قلنا للناس كيفوا هنا ده وعينوا للمشهد ده قلنا لهم شفتوا شنو؟ واحد هيقول شفت وزارة الدفاع صح؟ واحد هيقول شفت القوات البرية. في واحد فيهم كذاب؟ في واحد فيهم غلط؟ كلهم صح، لكن هم بعينه كل واحد بيلاحظ الحاجة بتاعته. انت عايز تفتح الآفاق لأذهان الناس، ده التعليم العالي المفروض انه يعمله، حتى التعليم البسيط. قبل كده عرضنا فيديو من تيت هنا ده، الفيديو بيتكلم على العلم للجميع بما في ذلك الأطفال، وفيه تجربة عملوها أطفال في الابتدائي ونشروا ورقة علمية في أعلى مجلة علمية اللي هي مجلة العلوم ساينس بمساعدة بروفيسور. فانت داير الناس بتعرق يكونوا باحثين وبيقدروا يفكروا بطريقة فيها تفكير نقدي منهم صغار، ما بالضرورة الزول لحد ما يتخرج ولا يبقى بروفيسور. أي زول حوالينك تلتمس فيه الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن مش كده؟ فده الطريقة فعلا الدايرينها نحن، إنه نبتعد عن التفكير الذكوري وإنه نتجه اتجاه التعليم النقدي، التعليم اللي فيه تشكيك. الباحث يا أخواننا بيشك، الباحث ما بتاع يقينيات، ما بتاع يقين، الباحث أساسه الشك، والشك ده يا أخواننا أساس الإيمان مش كده؟ فلما رأى الشمس قال هذا ربي، رأى القمر قال هذا ربي صح؟ فهو بيبحث بيفتش، فتش له في حاجة. أنت يفترض أن الحاجة موجودة داخلك، تتنمى في البيت من خلال النقاشات الأسرية، تتربى في المجتمع المدني، في نادي الحي، في الروابط، في الرياضة، كل الحتات دي بتنمي فيك التفكير النقدي، التفكير الإبداعي اللي بيطلع حلول بصورة مستمرة. الجامعة نعم هي حتة بتولد علوم ومنارة بتاعت وعي، لكن ما الجامعة برا، كل المجتمع المفروض يفكر كده مش كده؟ ففعلا انا امن على النقاط اللي ذكر الاخ. شكرا لك يا اخ، شكرا لك كثير، كتر خيرك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الامين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انا كبير معلش ما انا عاقب لك يعني حاجه بسيطه، سمعت كلام الاخوان قبل شوية، واحدين قالوا اشتكاكات ما بيجوا هنا، واحدين قالوا برضو النساء يعني جزء منهم بتكلم وجزء ما بتكلم. وأيضا سؤال أخونا الأخير ده، أنت برضو شوية زي ما حضرت فيه، هو بقول لك من أولى جامعة لحد رابعة جامعة يعني السبت سنوات كلها تكون زي 48 مادة، ليه من أولى لحد رابعة ما تكون 3 مواد؟ عقبت على الكلام ده. لكن برضو سؤال أخونا اللي بقول لك كان دكات ما بشاركان وكده، أنا شايف بس المسافة يعني محلتكم بعيدة شوية، لكن لو كان المكان قريب شوية كده من هناك يعني النص كده كان المشاركين بيكونوا أكتر والمشاركة بتكون أكتر يعني. فأنا حبيت أوضح ذلك بس يعني. بارك الله، شكرا جزيلا لك. احنا خلينا نوضح المكان بتاعنا ده في أقصى جنوب الاعتصام، محيط الاعتصام. الاختيار بتاعنا الحتة دي لأنها هادية يعني، قعدنا في البداية جنب الصينية بتاعت بري، وجينا جنب الأسود دوع البراري، وجينا هنا جنب خيمة الصحفيين. في الثلاثة حتات دي في الوقت اللي جينا فيه كان في تنافس كبير جدا على الصوت الأعلى. فأنت بتكون بتكلم كلام زي ده وبيكون في زول جنبك بيهتي كتاب ثوري، بيكون ما بتقدر تناقش. وإحنا الطبيعة بتاعت الباحثين والأساتذة والكده والبتاع، ناس أظن الإزعاج ده بيعمل لهم مشكلة يعني. فاخترنا الحتة دي، أي زول عرف الحتة دي بعد ذلك بقى صابيها معانا أساسي. فيبقى مهمة الناس الحضروا إنه spread the word، word of mouth، يعني تكلم زول تاني إنه والله الباحثين السودانيين دي الموجودين هنا في أقصى جنوب المنطقة بتاعت الاعتصام. الحاجة التانية بتاعت المواد تقلل في الجامعة يا أخوانا، كل حتة عندها يعني النظرية بتاعت التربية، النظرية بتاعت التعليم وإلى آخره. فيه يقول لك إنه التعليم هو ما يفعله لك الآخرون، education is what others do for you، والتعلم هو ما تفعله لنفسك، learning is what you do for yourself. أنا إحنا هنا ده بنشجع ونحفز على التعلم، لأنه ده من المهدي إلى اللحد، والإنسان أول ما تعلم يتعلم من الغراب كيف يدفن أخوه مش كده؟ فما بالضروري يجيك أستاذ ولا باحث ولا بتاع. لكن الجامعة الزول في الكلية بيقول إنه والله الطلاب يفترض في حاجة اسمها learning outcomes، مخرجات التعلم. أنا هعمل ديزاين للكلية بتاعت الاي تي بحيث إنه الطالب ياخد في سنة أولى كده وتانية كده وتالتة كده ورابعة كده، الزول ده لما يطلع بيكون عارف أي حاجة عن أنظمة التشغيل، أي حاجة عن الشبكات،
اي حاجه عن الامن المعلومات، اي حاجه عن قواعد البيانات، باخذ الف شكل الجرعات. المشكله الكبيره اللي بتحصل بيجوا يزاحموك اقسام ثانيه. اكثر قسم بيزاحم الناس في الجامعات والتعليم العالي هو الاسم متطلبات الجامعه ده. انا ما اعرف منو خلاه متطلبات يعني. بيغزوها كده بالرجاله، انت خلي الناس قول انه والله عندي معلومات اساسيه، مواد اساسيه ما بتقدر تقولها متخصص في اداب لغه انجليزيه الا لو قريت واحد اثنين ثلاثه. مش كده؟ وفي حاجات بيقولوا على elective courses اللي هي الكورسات الاختياريه بختارها انا براي. انت اطلب مني عدد ساعات محدده، الساعات دي لو كملتها انا بكون مستحق لدرجه البكالوريوس. اطلبها مني. قول لي انه الاساسيه فيها المواد الاساسيه فيها 1 2 3 4. المواد الاختياريه فيها 5 6 7 10 12. انا بعد كده اختار. ومش كده بس، بختار الجدول بتاعي 200. احضر المحاضره ده، احضرها 10 صباحا، احضر 12، 4 ظهر، 4 عصر، 6 في الليل. المانع شنو؟ يا اخواننا الجامعه دي اسمها جامعه. جامعه تجمع الناس. الجامعه لما يعملوها بنفس الطريقه بتاعت المسايد والخلاوي. المسيد ولا الخلوه في السودان، ودي اقدم مؤسسه تعليميه في السودان. ما تطورت لحد الناس ما درستها بصوره كويسه. شوفوا ده افضل حته ممكن تتعلم فيها. ليه؟ الاكل مجاني، ما في زول بيسالك انت دخلت 200 ولا بركت 200، بتقعد في الحلقه بتاعت العلم وتتعلم وتبقى مارق، ما في زول بيسالك. بينما الجامعات بتاعتنا فيها حرس جامعي. بطاقتك ابو الشباب مش كده؟ انت ما لابسه كويس. وزول انت عندك مشكله بتاع التعليم، الناس ما بتتعلم. لما يجيك زول كده بكامل وعيه دار يخش الحته اللي فيها التعليم دي، تقول توقفه برا ترجعه؟ طبعا تخلف يعني. يعني بيوري انه العقليه الامنيه الماسكه التعليم العالي ما مؤهله، ما فاهمه النظريه. الجامعه بتتعامل دائما برا المناطق الحضريه. ليه؟ لانها هي بتعمل مدينه حولها. الناس السودانيين ديل سافروا هاجروا في كل بقاع السودان عشان ساكين العلم ده، مش كده؟ يقول لك مشينا نار التقابه بتاعت الشيخ منو، وانا والله جدي اخذ على البتاع على الطريقه بتاعت الشيخ فلان، صح؟ دي كلها هجرات داخليه من اجل العلم. السودانيين لازم يحبوا العلم. احنا لما جينا قعدنا هنا عارفين الناس حتجي لانهم بيحبوا العلم، ونحن هنا شغلتنا اصلا علم واستناره وبس الوعي. فيبقى بالتالي انت بعيد من الناس ولا قريب منهم ما بتفرق كثير. انت ده اديت الناس الحياه الاساسيه في الكليه المفروض يقروها، واديتهم حياه اختياريه، اديهم الفرصه بتاعت الحريه في انه اختار انداي شنو؟ اكمل الجرعه بتاعتي التعليميه في الموضوع المحدد وامرك. لكن انت قول لي توريني انه اسمع، لو بدك تعمل ماجستير بعدين لو ما قريت 1 2 3 4 ما حتقدر تعمل ماجستير، مش كده؟ عشان ما تحصل مشكله. انه التوعيه في الموضوع ده هي الاساس. انه الطالب لما يختار وياخذ قرار، ياخذ قرار مبني على توفر الحاجات داخل الجامعه من مواد، من اساتذه مدربين، من معامل، من كده، وفي نفس الوقت عنده اساتذه كافين لانه يعمل له الحاجه دي، وبعد كده يختار هو حر يعني. فده فيما يخص التعليم. فانا اي سؤال تفضل. السلام عليكم للمره الثانيه. لكن ذكرت الاسم والتخصص، ربما الناس الجدد ما عارفين البرنامج. الاسم الكريم الفاضل محمد شريف ادم، خريج جامعه الزعيم الازهري كليه العلوم الهدريه قسم علوم تنميه المراه. بس عايز اوضح حاجه بسيط شديد جدا جدا. الاستاذ قاله كاضافه بالنسبه للمسافات، طبعا دائما احنا بنعتبر انه المسافه البعيده يعني ما نحاول انه نلحقها. دي حاجة احنا سودانيين قاعدين بنمارسها طوالي، دي بترجع لعملية الطماطم، تمام؟ يعني انت باعتبارك باحث سوداني، فما بالك انت لما تكون في محلك ويجيك كل شيء، الهدف الرئيسي يجيك في محلك، بمعنى انت ما عملت شيء، لابد من انك تتحرك، الاساس انك تبحث، لانك انت باحث سوداني، تبحث عن المكان اللي بيتم فيه تقديم البرامج، الاساس انك تقدر تتلقى المعلومة وتقدر تفيد الشباب اللي معك. دي حاجة اللي أنا بوصلها لكل الشباب اللي ممكن بيكونوا متابعين على السوشيال ميديا وكل الشباب الموجودين في اتجاهات الثانية في ساحة الاستثمار. فبالتالي أي زول عايز مثلا يحضر له البرنامج بيكون عارف الموقع، فبالتالي يا حبذا يحاول إنه يبادر على أساس إنه يجي، زي ما قال إنه سودانيز ريشير إنيشيتيف، يعني دي مبادرة الباحثين السودانيين. فبالتالي أنت لابد من إنك تبحث قبل ما إنه
الحاجة تجيك في محلها. دي حاجة لا أقدر أوديها. أما الشيء الثاني في مسألة التعليم، طبعا الناس تكلمت كثير شديد جدا جدا، بس دي أضيف حاجة بسيطة. بالنسبة للأطفال المتشردين دين ديل ذاته، يعني ممكن يكون المواد اللي بيتم تقديمها ربما مواد مملة، ما بتكون مواد مثلا على مستوى الطالب اللي بيقرأ في المدرسة أو التلميذ اللي بيقرأ في المدرسة. زي الحسي دايفين السنة التاسعة والبرامج ابتدت من سنة أولى لحد صف الثالث، وربما هيضيفوا الدور دي الصف الرابع. دي حاجة يعني مكثفة شديد جدا جدا، وللأجل الصغير بتكون مرهق شديد جدا جدا. فبالتالي الزول عشان انه يتلقاه بشيفه صعب، ربما يكون دير يتهرب على أساس انه ما يقرأ. فبالتالي ضروري جدا انه الناس تراعي لعملية التشرد وتنظر لجانب بتاع الأطفال وتعليمهم برضه. احنا ككبار عرفنا الحاسب، ولابد من انه نبحث عن أقوالنا الصغار على أساس انه نقدر شنو نحلل لهم مشاكلهم ونتليهم لبرلمان زي ما احنا قايدين أنفسنا على انه نخرج لبرلمان. وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي رشيد عادل محمد. رشيد عادل محمد. أشكر إعداد الفرصة تعريف مؤسسة مبادرة باحثين السودانيين، طالب خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا تحرير قسم العلاقات العامة. أنا ببدأ ابتداء تحديدا بمؤسسة الجامعية أي تعليم العالي، مشكلة التعليم العالي. ابتداء بأنني أنا طالب قريت علاقات العامة، لكن أصلا أنا ما كنت أقرأ علاقات العامة، لكن واقف فرض لي أنه أنا أقرأ علاقات العامة تحديدا باعتبار أن كل اللي أنا دايره داخل دول السودانية ما في تحديدا هي العلاقات الدولية. الآن على مستوى العالم ما في دولة ما عنده علاقات دولية، لكن داخل دول السودانية ما في علاقات دولية. في تحديدا علاقات دولية موجود في جامعة الخرطوم لكن دبلوم. أنا شخصياً كنت إني أنا أعتقد إن أنا ما ممكن أقرأ دبلوم لأي سبب من الأسباب، لذلك في كل قريب له هي علاقات العامة وقريت علاقات العامة. يعني طبعاً علاقات العامة الآن هو خزي في الإعلام. بنجي بنشوف إن الآن طالما إن أنا واقف فرد لي، فالمهم قريت كلية الإعلام. أنا لما قريت كلية الإعلام قسم العلاقات العامة، أنا لحد ما اتخرجت لأربع سنين إحنا درسنا مواد بتاع علاقات العامة ثلاثة. بعد المواد كله كانت إعلام. معناه إنه يقل مهم، رغم إنه أصدق إن أنا وصلت لمرحلة بداية إنه قناة إنه يقل. أنا ما في أصدق أجد أكثر مني جد كلية الإعلام. ليه؟ لأنه حاجة أنا قريته والواقع بتنفي. وأنا أصدق أنا كنت مضطر. ليه؟ لأنه إنه يقل علاقات دولية ما في. الكلام بي لما نرجع نشوف إنه يقل مشكلات تحديداً طالما إنه يقل مبادرة الباحثين، بنجي نشوف إنه يقل مشكلات الإعلام تحديداً. الآن في قوانين الموجودة هنا المهم بإعطاء الفرصة للإعلام هي تكون السلطة الرابعة في الدولة، لأنه السلطة الغنائية والتشريعية التنفيذية والسلطة الرابعة هي الإعلام في دول العالم. لكن داخل دولة سوريا على أصل غير السلطات ما عندنا الإعلام دولة هي معروفة قد تكون شنو، ما أنا ما محتاج للتوضيح. حتى إنه يا أخي الإعلام هي ما قد تدف باعتباره هي السلطة الرابعة. أنا والاستغلالية بدأ مؤسسات الليلة بني بنتفاجئ على تحديدا تحرين. أنا كزول في الإعلام نرجع لتاريخ القريب في أحد الأنقاس ولا الليل لسه ما سقط بني يشوف الآن إنه أنت كزول إعلامي ما عندك مساحة إنك تبحث عن معلومة. أنا كزول إعلامي ما أنا محتاج إنه أملك الحقائق للجماهير. أنا إني أملك الحقائق للجماهير بمعنى إنه أنا لازم إني أغلب خلونا السافة والمطبوعات بتحلي مساحة وقوانين بتاعت حماية إني أنا أفحصها المعلومة ده في مؤسسات الاجتماعية، لأن أصدق معلومات ده بيجي من مؤسسات الاجتماعية عشان نملك الجماهير حاجات الغاية تحصل تحديدا. ابتران بمشكلة بتاعت صحفية هيفا كان جاء تكلمت عن تلوث مياه النيل. تلوث مياه النيل وربما ده معلومة بكون فايدة علينا، لأن أصدق إني أغير وسائل الإعلام ما كان تكلم عن معلومة الزورة دي تكلم عن تلوث مياه النيل بجانب مهني باعتبار ان هي صحفية ودار تملك الحقائق للجماهير وللدولة. ان على اساس انه يقل مهم يقدر المهم انه يقل ينقي المياه ده، ولا عشان يشوف انه يقل ليه انه المياه قد تلوث والاسباب كان شنو، بدل ما دولة تراعي المرونة وتشوف انه المياه قد تلوث والجهاد قد يلوث عشان نقدر انه يحافظ على كيان ذات انسان عشان ما يشرب مويه ملوث ويصاب مار البيت بالكوليرا وكلام الكثير ده. زول تم يتغالى
بس يتكلموا للميانمي ده واحد. اثنين صحفية جاء المهم صحفية إبراهيم هنوس برضو كان جاء يتكلم عن إنه يقع المهم واقع الموجود داخل دول السوداني المهم بتفاصيله زول يتم يتغالى وتم المهم مصدر المهم رخصة بتاعت صحافة شالوها منا وحرقوها المهم إجاد المهم حاجات الجاد يحصل في البويتة الجفا حتى إنه حرقوها بالمقود كهرباء وحلقوها بعيد فإن هي كانت آنسة والمهم حلقوها سرع ده المشكلة ده الجاد يحصل. مشكلة الطالبة تحديدا إنه يغلب أنا نشوف إن أنا كزول إعلام إني مرة أنا محتاج إني أتكلم عن حقائق المسكوت أنا تحديدا إني مشاكل الجد جمالة دولة عشان الملك الجمال ليه أنا دولة جيشة رقابة بتاع دولة حين تكون شاب مرة أنا محتاج إني أغلب لكم حقائق ودليل على ذلك الصحف هذه مصادرة اليوم تحديدا جريدة جريدة يعني متى ما في معلومة حساسة تمس كيام بتاع الدولة بتم صحف المولودة وصحفيين في صحفيين بديما يتغالوا ده من جانب اللي أطلق واقف فرضلي أنا قريت الإعلام والآن من هنا الآن أنا بطالب في بعد دولة المهمة المدنية إني أنا بطالب أو وزاري إنه هطالب بالمناسبة إني أخي وجود كل الاسم المهم علاقات الدولة اللي لأنه الآن ده حاجة المهم الحايم الآن مصالح يا إنه ياخد دول بتطور بناء للعلاقات مع دول اللزمة يا دول المتطورة الآن أنا الليلة اللي دار أطلع مسافة بتاع شفر مرنا رحلة أنا طلعت أنا لبحث معلومة عشان أجي يطور بها وردي مانا إنه أنا ماشي خارج دولة دي برجينا لأنه ياخد ما عندنا أصلا كنا دراسات بتاع العلاقات الدولية الآن علاقتنا مع دول الثانية يا دول الجوار قد تكون كيف علاقات دول سرين مع دول العالم قد تكون صفر يا إما علاقة يكون اتجاه واحد يا علاقة ما في اتجاه واحد بيكون كيفين علاقة بدأ إنه دول ديلك إنه مصلحة لنا لكن أين ما عندنا مصلحة نموذج على ذلك تحيل ناس مصر ونا السعودية الآن إنه مصالح لكن هذا الدول السودانية إنه مصلحة ودليل إنه الحقيقة الموجود إنه علاقات الدولية بتبني اسم علاقات الدولية بتبني بين دولة لدولة شرط الأساسي على أن تراي مصالح بتاع دولتين يلا مصالح هنا الدولة أنا ما قصدي لك إنه حكومة وكلام الفارغ يعني أنا بالتحديد إنه لو نقول دولة إنه مصالح بتاع دولة ما أنا بتكلم عن الشعب مصالح بتاع شعبك الليلة إنه حتى إنه في تعاملاتنا بسيط مع دول الجوار قد تكون كيف تعامل المهم فوقي دلف يستعلوا علينا بتعلوا علينا الليلة أنا أين سعيين نول علاقة معهم لكن أصدق ما سعي ليه لأنه أصدق أين الطرف الطيف عشان نحافظ على مولودة وانا محتاجين اني اغنقوا انت الكوادر بتاعت علاقات الدولية عشان نقدر يدرسوا انها المهم مشكلات بتاعت علاقات الدولية لدمان مصالح ابناء الشعب السوداني الان لو رجعنا اني اغلي سبب الخلة اني علاقات الدولية ما في المهم ده جانب لكن عدم وجود علاقات الدولية اني اغلي تخصص عشان الناس يقولوا عشان يفهموا عشان نقدر يترجموها في ارض الواقع شوف علاقاتنا تحديدا انه موصلين بتاع دوله الموجود دول الجوار قريب الارض قريب المهم اسعاد يا تحميش القيه لكم اقرب نموذج لو زول اللي اسمه برهان الان هو بمساواه رئيس الدوله لما مشى مصر تحديدا شوف هو لما مشى مصر لابس زي العسكري شوف زي العسكري انت ماشي في ارض بتاع زول انت لابس زي العسكري حتى في علاقات دوليه ما مسموح انا ماشي بدله مدينه ده إن كنت رد بدك شنو إنت لو تطلع بتطلع إنه يا أخي تزول مواطن تزول مواطن سوداني والمهم تم تكليفك لمهمة لو تمشي هنا بتمشي مواطن عادي واحد اثنين أنا لما نمشي في دولة زول ما ممكن أحيي لي زول برهاني لما فات لقى زول اسمه سيسي عبد الفتار برهاني سيسي زول لك زاد ولا بطلع قام هيو شوف أول أجر حتى في قوانين العسكرية ما ممكن تزول لابس عسكري ما ممكن تحيي زول لابس ملكي وين كان رتبة أعلى منك لكن حتى في أراضي بتاع زول انت ما ممكن تحيي لك زول انت زول مواطن وتمشي المهم بناء لمصالح بين دولتين خطوة الثاني زول الثاني نائب الرئيس اللي اسمه همتي لما فات شوف لما فات مشكلة العلاقات الدولية الآن أنا من هنا بطالب انه يكون في كلية العلاقات الدولية الناس تفهمها لما فات سعودية شوف في دولة زول انت ما ممكن تسرح للدولة تانية
زول لا وفات ارى الحرب ضد ايران اتفاق ارى الحرب ضد ايران وانت في دوله زول انت في اراضي بتاع زول. شوف انا كدوله سعوديه انا بحال انه يا غالي بقول لك اجنده ما حد يتكلم عنه انت لازم داخل دوله سوريه داخل دوله بتاع دي ما ممكن تعمل حرب عشان انا تعمل لي مشكله مع زول. لكن لانه السعوديه قال انه مساله ورغماتيه ما قال ما بيتكلم عن مرورة. لكن انه يا اخي النتائج بتاعه نتائج ريت عكسيه انه يا اخي ايران قال شنو وزاره الدفاع الايراني قال شنو ودليل على انه يا المهم انه يا اخي ولو انه يا حريلنا حيكون في رد حاسم رد حاسم مره نتوقع شنو نتوقع انه يا اخي تعال اي لازم يجي قال انه هيدوك بس انه يا اخي هيدوك سته سدود معي لو ضربوا وانا مدينه الخرطوم تحديدا على ابو المهم 180 متر ديال المويه وانا هنا ديال اوف كده ماشيين ده بتصريح من رئيس الدوله في دوله زول هو انه ما فاهم انه ان شكلت العلاقات ما بين دوله ودوله بتبني كهين لكن مسؤوليتنا هنا بنتحمل وليه لو اقرب زول سالته عن انه المرور بيتحلى كيفين ما بكون زول عارف انا شخصيا على عنده مشكله ليه لانه عنده مشكله ولا لا افاق على حلول بتاعه على لو قلت انه يا اخي نطرح حلول نحن على والا زول ليه مهزوز شديد وتعت له مثال مش خارج قرا خارج قرا علاقات دوليه عشان الله قال انه يبدي لنا في الرأي عشان نصل لحلول حلول مرضيه عشان ما فاتك انه ما نقع في نفس الاخطاء في سنين الجايه وعلى انه يا اخي انا في طريق شخصي قاعد اشوف انه المهم علاقات ما بين دولة ودولة يا علاقة دولة السودان والدول الأخرى لازم يكون في دمان بتاع مصالح أبناء الشعب السوداني ما مصالح شخصية ما مصالح برغماتية القاعد يحصل الآن تحديدا في بوجود حميتي في دولة السودان لأنه الآن هو جهة المشرف على قوة الدعم الصهيوني تحديدا في السعودية حرب السعودية ضد اليمن هل أين عندنا مصلحة وراء الحرب البدار البدير السعودية ما بين السعودية واليمن تحديدا ما عندنا مصالح يبدو انه الان انه يا اخي ما انا هنا محتاجين نوقف شكل العلاقات بشكل زي ده عشان ما يسر علاقات السودان بدول اليمن في المستقبل والان نتائج بدأوا حيحصل مع بعض انه يا اخي ان كان 10 سنه ولا 5 سنه قدام ما انا علاقاتنا مع دوله اليمن هيكون بهذا الشكل ليه لانه الان هنا مشينا قتلنا من الشعب اليمني في اراضيهم عشان قروش بسيطه عشان ريالات بسيطه في انه السودان ده كل خلق السعوديه السعودية كانت وين؟ السودان هو كان بكسي السعودية السودان هو الأجيال بالمناسبة من ألم أجيال بتاع السعودية لا ما كان أساسا ما تروا إلا في السودان لا لكن الليلة هنا بيجينا بنشهد هنا الدنيا 100 جنيه ما أنا هنا محتاجين نفعل دور العلاقات الدولية في تعاملنا مع الأغرب على الأقل عشان نضمن مسائل بتاع أبناء الشعب السودان وشاكر ومقدر هذا الفرصة والله دي يعني مداخلة ممتازة جدا وأنا أول مرة أعرف إنه ما في كلية بتاعت علاقات دولية في السودان زي ما وضحت أنت إنه في دبلوم فقط بتاع علاقات دولية ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا أنا من الناس اللي كان رشحتهم لأنهم يكون وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية الأستاذ طارق هاشم هلال طارق ده قاري علاقات دولية في أفضل كلية بتاعت علاقات دولية في العالم اللي هي موجودة في جونز هوبكنز في واشنطن جونز هوبكنز دي فيها كلية اسمها سايس School of Advanced International Studies وفي الغالب لأنها هي قريبة لوزارة الخارجية الأمريكية فبتلقى وزير الخارجية الأمريكي مستشار الأمن القومي الرئيس الأمريكي لما يكون عندهم احتفال ولا حاجة بيجي خاطبهم معظم الناس اللي بيقروا في الكلية دي في الغالب بيرجعوا يبقوا وزراء خارجية في بلدهم ولا بيكونوا في السلك الدبلوماسي ولا في البيت الرئاسي ولا كده يعني الناس لأنهم قارين علاقات دولية زي ما قال الكتاب كيف تتعامل يعني فرشحته أنا إنه يكون كتبت الكلام ده في فيسبوك في إنه إخواننا يا إعلان الحرية والتغيير نرشح لكم وزير خارجية شاب زول بنفتكر إنه من أكثر الشباب الناضجين وعنده المقدرة الكافية لإنه يدير وزارة زي الخارجية هو بعد الدراسة بتاعته بتاعت الماجستير دي في ساينس عمل ماجستير ثاني في مدرسة الحوكمة في هارفارد وعمل ماجستير ثاني في مدرسة إدارة الأعمال في MIT ديل كل الكليات دي الزول ده قراها بعد ما خلص هو قرا سياسة وتاريخ في جامعة نوتنغهام ماجستير علاقات دولية في ساينس جونز هوبكنز ماجستير إدارة عامة في مدرسة الحوكمة كينيدي في هارفارد ماجستير إدارة أعمال في مدرسة سلون في MIT بعد كده الزول ده اللي اختار إنه يفشل في حياته يعني لكن من ناحية تعليم وكواليفيكيشن هو جاهز تماما يعني
اشتغل من ضمن الحاجات اللي اشتغل في حاجة منظمة اسمها كونفليكت داينامكس. كونفليكت داينامكس دي وسيط في مفاوضات السلام وكده، بتدرس خيارات الأطراف وهم كانوا وسيط في نفاشة في المفاوضات على السلام، بيدرسوا الخيارات بتاع الطرفين وبيدوك ريكومنديشنز، يقول لك يا أخي موقفك التفاوضي أفضل يكون كده. هم بكونوا ماشيين في اتجاه رأب الصدع، فض النزاعات وبناء السلام، دي الشغلة بتاعتهم. كانت اشتغل في السودان هنا واشتغل وين 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 وين، وحاليا لسه موجود في بريطانيا، وانا افتكر انه ممكن يكون اضافة عظيمة جدا جدا، لانه يعني سياسي بالقراية وبتاع علاقات دولية بالقراية، فممكن زول يكون اضافة كبيرة جدا للسودان. اتمنى انهم ياخذوا الترشيح ده، ولو في زول كمان افضل منه، احنا في النهاية دارين دولة مدنية بتاعت كفاءات، لو في زول اكفأ منه والله احنا نكون سعيدين جدا جدا بانه يدير السياسة الخارجية بتاعت السودان. لكن كما تفضلت يعني وعلمت ناسي انه ما مفروض انه زول ممثل لبلد يمشي يعلن حرب مع بلد تانية وهو في بلد ثالثه، ده كلام شنو ده؟ هنتبلى صح؟ طيب لو في اي مداخله ثانيه شباب قبل ما نقفل اللايف، لو في مداخله في الموضوع اللي هو الجلسه الحواريه للباحثين السودانيين، المشاكل وآفاق الحلول. المشاكل وين؟ في مجالي انا ده البحثي ولا مجالي المهني؟ وآفاق الحلول للمستقبل على اساس انه يكون الناس تعرف في تخصصات مختلفة المشاكل شنو الحلول ليها المقترحة. أي واحد فينا هنا ممكن يكون عنده علاقة مع زول يشكل مستقبل البلد، فإنت لما تكون واعي بالمفروض يحصل شنو، ده بيدينا فرصة بتاعت إنه الحاجة تصل للزول المعني. فالمنبر ده منبر بتاع وعي وبتاع استنارة، وإحنا دايرين الناس تاخد منه وتوصل للناس المعنيين. وممكن أي واحد منكم ما معروف يكون في البرلمان الجاي، يكون في الوزارة الجاية، يكون في المجلس السيادي الجاي، ما معروف منو هيكون. في أي مداخلة أخيرة يا أخواننا؟ تفضل يا أبو أحمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة الموضوع كان شيق جدا، أنا حبيت يعني لقيت من بعد المداخلات حتة إنه المناهج بتاعت المدارس أو بتاعت الجامعات إنه في عدد كثير جدا من المواد هي ما في داعي ليها أو كده، فأنا شايف إنه هو ما الموضوع ما موضوع تقليل عدد مواد، موضوع محتوى وكيفية تدريس. يعني الليلة انت بتدرس مثلا هندسة او بتدرس اي تخصص ثاني، الليلة التخصصات دي مترابطة، انت بتدرس هندسة بتحتاج انك تكون بتعرف كيف تدير تيم، بتدير مواد بتاع الادارة، بتحتاج انك تكون بتتعلم كذا لغة، لانه انت حاليا العالم متطور بلغات غير لغتك. يعني الليلة انت لو بتدرس طيران انك تتعلم روسي، حال انك تتعلم انجليزي، الحياة دي بتتعلم من الجامعة صح، هم بيدوك لها حاجة كده ريفرنس، بيدوك لها ساي حاجة ريفرنس بيقول لك مواد جامعة وكده، دي المفترض تكون بمحتوى مجنن بحيث انك ما حتقدر يعني ما حتقدر تمشي لقدام ما لم انت تكون منجز الحياة اللي دارسها. اي زول تقريبا في السودان او اي تخصص في السودان حاليا موجود فيو مواد جامعة، بتدرس إنجليزي، بتدرس عربي، بتدرس كده، فهمت؟ أنت لازم تطلع من الجامعة غالباً نحن خريجين، الواحد ما بيعرف ما بدنا عربي أصلاً، والمشكلة هي مشكلة المادة درسونا لها، أنا شايف إنه كيف يدرسونا لها عشان نقدر نستفيد منها، فأنا شايف إنه عدد المواد هو ما مشكلة إذا يتوفر الكواليتي الجودة بتاعتك. الحتة بتاعة تاني الأخ ده برضه عقب على حتى إنه الأطفال إنه مفترض ما يدرسوا مثلاً عدد من المواد، أنا برضو أشوف إنه مفترض يدرسوا حاجات زي دي، مفترض يدرسوا لغات، الطفل من هو في الروضة مفترض يدرسوا لغة، لغتين ثلاثة لغات، هو ما عنده مشكلة، برا السودان في الدول المتقدمة دي الأطفال الواحد لما يصل سن 18 ممكن يتكلم، هو بقى ما طفل لكن بيتكلم 4-5 لغات. ما عنده مشكلة نهائي، لكن نحن هنا لا من نحل لا من نصر خامسة أو سادس الواحد يا دوب بحاول يقرأ إنجليزي، يا دوب بحاول يدون اللغة الإنجليزية، فقصة إنه هو صغير ما بيقدر دي حاجة دي ما أشوفها. حاليا بيجوا بيعرفوا يعملوا كودينج، بيعملوا تطبيقات، عندهم قدرة على الحفظ عالي جدا، حتى نحن دعنا الواحد بيقدر ينجز، اذا الواحد لو مشى برا لقى انه بيئه مهيئه بيقدر يبدع وبيقدر يعمل حتى في الكوره.
احنا لعبنا ما بعرف يتكلم انجليزي. انا الحكم اللي ترجم له المدارس تاعت الكورة اصلا. فالحاجة دي على كل على المستوى كل الحياة على المستوى السودان. فالمحتوى انا شايف المحتوى هو كمحتوى ما في مشكلة. يعني انا قونا ادرس 64 مادة ما في مشكلة 64 مادة. لكن هل انا درسوني 64 مادة دي بحيث انه من منطلق عملي هو من حيث من يعني بوجود جودة كواليتي عالية. يعني انا اي زول لازم يكون يعني يونيفرسيتي جراديت لازم يكون يتكلم لغه انجليزي. يعني شايف انه دي حاجه يدوك لا اس كمان يقول لك مواد جامعه الواحد نجح فيها وجا فيها ايه لكن هو ما يتكلم انجليزي اصلا. فانا مواد زي دي اذا غنوني فيها المحتوى بتاعه بحيث ان انا اكون قادر اتكلم قادر اتخاطب قادر يعني مستفيد جدا الحاجه دي. بينفع انت بتدرس طيب بتدرس صيدلة بتدرس هندسة بتدرس الدوك مواد على الإدارة طيب لا جدا. فالحاجة دي بقت كلها ريليتد أو قسم المحتوى بتاع الكون يكون في عدد كده مواد. جامعات عالمية جدا فيها مواد كثيرة جدا وصعبة جدا. الناس تفتكر إنه برا السودان الناس بيدرسوا بيمشي بيقرا له تخصص خلاص بدون ثلاثة مواد أربع مواد بيقروا فيها. لا أنت بتدرس كم 60 مادة كم 70 مادة برضو لكن هناك بيضغطوك إنك تكون أنت شيل قريب عارف هذا درستك ميكانيكا تكون عارف اديتك تكون عارف ايش لو ما بديك شهادة جامعية الا تقدر تباصل. انا بحط لك المعيار اللي بشوفه انه انت اذا باصيت الحاجة دي انت مؤهل بعدك بديك ما بديك شهادة مين انت خلاص باصيت هاد الشهادة مش. فالحاصل هنا في السودان انه باص ما كواليتي. فالمحتوى عادي ممكن تلقى جامعات في السودان عندها السيلابس بتاع هذا كوبي من جامعات تانية تمام يجيب لك الكتاب يجيب لك نفس انه تدرس مع نفس الزول كامبريدج نفس المحتوى نفس السلبس لكن انت بتدرسك هنا منو كيف هناك بتدرسه كيف درسك منو بأي, 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 بأي طريقة المحتوى العمل تدرس انجليزي هيدوي سنة اولى وثانية وثالثة ورابعة وسادسة لكن هل انت الهيدوي بتاعك ده درسوك لك كما موضوع اليوم في المنهج مفترض درس كيف انت بتدرس اسباين هل في يوم جابوا لك لسنينج فيه ستة سنة ولا خمسة سنة انت بتدرس سباين 1 سباين 2 سباين 3 literature في زول جابوا له listening لغاية ما خش لغاية ما انتهى من السنة في زول حصل سمع حاجة اسمها listening في اي واحد من دار السنة ما في انت هتعلم انجليزي كيف هتعلم انجليزي. فحتى انه نحن نقلل المحتوى انا شايف انه نفكر في انه كيف يدرس المحتوى حتى لو كان رسم حتى لو كان تشجير احنا افترض نركز في الكواليتي بتاعته كيف هذول يطلع عارف حاجه ما نشيلها بحيث انه ما يهمنا اي شيء بيهمنا نحافظ على الجو بيهمنا حاليا اكبر المشاكل الموجوده في العالم المناخ. الحاجه دي بتبدا من النظافه بتبدا كل شيء بيجي ريليتد اي العالم كله بيه مربوط اي شيء بيه مربوط الطب تلقى الطب تكون لازم تكون مدير تبقى ايش تخصص المراحل لازم الحياه دي كلها تكون عارف. فالموضوع انه كونه يفصلك تخصصك تماما تقرا مثلا اداره بس او تقرا مثلا هندسه بس عشان تطلع تاني بعد ما تجيك منحه عشان تمشي تقرا لك سنه انجليزي عشان تمشي تاني الموضوع ده بيجي استهلك منك. فانا شايف الناس تغنم وتركز في المحتوى. تمام النقطه ذكرها الباشمهندس محمد البكر دي نقطه مهمه جدا اللي هي بتاعت الجوده. ذكر كنا في جامعة الملك فيصل والكلية اللي كنا فيها كان بتسعى لأنها يكون عندها أكريديتيشن يعني شنو؟ يعني إنك إنت الزول خريج الكلية دي معتمد زيه زي خريج أي كلية تاني في أرقى الجامعات في العالم. بالتالي المعايير المفروض إنت تحصل لها المعامل بتاعتك شكلها كيف؟ الدخول بتاع الطالب الانتاج بتاعك ذاته المتطلبات بتاعته شنو؟ المواد اللي بتقراها كيف؟ الامتحانات ومراجعة النتائج دي كلها حاجات بيخضع عليها بيجي أوديتر اللي هو زول مراجع يشوف الحاجات بتاعتك عملتها وفقا للمعايير دي ولا لا. مثلا عندنا في الكمبيوتر ساينس وفي المجال بتاع الانجينيرينج بصورة عامة في حاجة اسمها الايبت اكريديتيشن. الكلية دي لو معتمدة بايبت ودي الحاجة اللي بتخلي اخواننا زول يختار الجامعة دي من وما يختار الجامعة دي. لو انا دخلت الكلية دي وهي معتمدة معناها انا لو خريج هنا ممكن اشتغل في اي حتة ثانية في العالم.
فمعايير الجودة وضبط الجودة والكلام ده نحن إن شاء الله نحاول نعمل له محاضرة كاملة هنا ده نجيب زول يتكلم عنا ونعمل حولها نقاش هي نقطة مهمة وأساسية تفضل طيب أحمد عارم بابكر عبد الله خريج كلية هندسة الدراسات التقنية قسم التصنيع الغذائي طيب أنا من خلال تجربتي في الدراسة واحد من الإشكالات الواجهتني إنه في كل عام بيكون في مواد جديدة وبتم استبدال مواد وبنحس في المواد بدون وضع أي معايير أو أسس في إضافة المواد أو حذف بدا مواد اثنين لما يتم حذف بدا مادة أو إضافة المادة ما بيتم تأهيل الكادر على أساس المادة الجديدة بيجي إنه الكادر اللي بيجي بيدرس أو الكادر الأكاديمي بيجي بيدرس بيكون فرق بينه وبين الطالب ما في إلا فروقات ضئيلة جدا الحاجة الثانية في العملية التعليمية في السودان هنا عموما في الكليات العلمية بالذات هي قيام المؤتمرات العلمية والندوات الأساسية إنه ياخذ الطالب يقدر يدخل لو يقدر اثنين الحاجة الثانية الموجودة عدم وجود مؤسسات مرتبطة بشنو بالجامعات يعني مثلا أنا خريج هندسة ضروري كلية هندسة يكون ارتباط بمؤسسات عندها علاقة بمجال الهندسي عشان أنا أقدر أمشي المؤسسة دي وأدخل عبره فمثلا أنا خريج هندسة تصنيع الغذائي ضروري يكون في مؤسسة عندها علاقة بتصنيع الغذائي عشان أبره أنا أمشي أدخل في المؤسسة أنا كنت بقرأ في خلال 5 سنوات اللاب بمشي كلية الطب يعني باخذ اللاب بتاع كلية الطب وهي اللابات الأساسية يعني ما هي أنا معاني اللابات بتاع كيمياء البسيطة اللي بياخذها الطالب في الأساس وفي الثانوي يعني 5 سنوات ده ما أخذت لي لاب عنده علاقة بمسألة بتاعت شنو هندسة دي إلا مشيت جامعة الجزيرة في الرحلة للمية خشينا اللاب حتى اللاب المركزي ما ودونا ودونا اللاب العادي يعني أنت بتخرج في الكلية وأنت ما عندك أدنى علاقة بمجال بتاعت هندسة إذا أنا كخريج أقدر أنافس السوق المحلي ولا في السوق العالمي كيفين بكده واحد من إشكاليات الخريجين إني بتخرج من الجامعة وإنت ما قاعد تنافس السوق المحلي ولا في السوق العالمي تلقائيا حتبدأ من جديد في شكل بتاع ورش في شكل بتاع منتديات في شكل بتاع ندوات إنك تقدر تأهل نفسك في مجال من جديد اثنين بتلقى إنه في مجال بتاع التصنيع الغذائي عموما في السودان في إشكال إنه المصانع شغالة بمسألة بتاع شنو معايير محلية بكون في اختلاف مع معايير الدولية بتجي إنك أنت بتعامل بيقول لك انك شرط الاساسي تعامل المعايير المحليه ومعايير المحليه هي مختله وفي اشكاليات كثيره اثنين الحاجه الثانيه بتلقى انه في معظم المصانع ومعظم المؤسسات الموجوده الشغالين في المجالات دي بتلقى انه رئيس قسم بتاع ضبط الجوده هو ما عنده علاقه بضبط الجوده بتلقى خريج بتاع الثانوي او خريج بتاع انا لانه الحاجه دي لقيتها في مصنع المصانع واحده هي ما خريج ولا دخلت الجامعه هي خريجة أدبية خريجة ثانوي في المجال الأدبي وماسكة اللاب ماسكة اللاب ما بتقدر تتعامل مع اللاب ذاته بأسس علمية يعني زول تم تدريبها على أساس إنه يتعامل بمواد بشكل بسيط وكنت تجي تحصل مشكلة هي ما بتقدر تعالجها بتعالجها أنت وبعد ذلك بتنصب لها العمل لكله إذن واحدة من الإشكاليات الموجودة في داخل السودان إنه الخريج هو قاعد يعاني ذاته في حد ذاته إنه ما في تحيل ما في تدريب ما في تحيل ما بتدري للخريج ده بيرجع طوالي انه الاستاذ الجامعي ذاته في حد ذاته ما اخذ عمليه تاهيل ما اخذ عمليه تدريب كافي لانك تكون نفس الطالب ده بيتخرج من الجامعه بتجيبه معيد المعيد في السنه الجايه طوالي بقى استاذ جامعي استاذ جامعي هو ما عنده المقدرات وما عنده كفاءه اذا كان هو الطين بيخلي لي طين اطين منه اذا تلقائيا انه بيتخرج اجيال بيتخرج مهندسين هو بيكون ما عندهم المقدرات وما عندهم كفاءات دي واحده من الاشكاليات عشان تحصل شنو؟ عشان تحصل حل للمشكلة دي يبقى حاجة واحدة إنه الجامعات بالضروري إنه الأستاذك بيجيبوه يحصل عملية التأهيل يحصل عملية التدريب في شكل المواد اللي هو بيدرسه اثنين في كيفية التعامل مع الطالب وكيفية إنه زاد يكون مقتدر إنه يقدر يخلي لك طالب كويس وكادر مقتدر اثنين ارتباط الجانب نربط الجانب النظري بجانب التطبيقي لأنه في النهاية ما محتاج إنك تصنع عليه زول نظري بل أنت محتاج إنك تصنع عليه كادر مكتمل في جانب النظري وفي جانب شنو التطبيقي اثنين المؤسسات الموجودة في السودان بالذات في مجالات الهندسية قاعد يكون في خلل كبير كيفين يعني الليلة أنا لاحظتها لفيت لي عدد المصانع يعني هي ما قاعد تقضي لأي مسألة بتاع الرقابة على الإطلاق حتى الزول البجي المراقب من خلال مؤسسات الدولة بيجي في الشباك أو بيجي في شنو أقرب البوابة
بقول إن هي قطعت لمسألة بالتفتيش وتفتيش إداري للمصنع، بقول إنه ما قطع لمسألة بالتفتيش الإداري. دي واحدة من الإشكالات الموجودة داخل مؤسساتنا، وبالذات أنا بركز إنه ياخي خلال الدولة المدنية إنه إعادة صياغة برضو أيضا للمناهج اللي قاعدة تدرس، لأنه مناهج ما عندها ارتباط من قليل أو بسيط بي 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 بالمجال اللي أنت بتدرسه. أنت بكون درست لك، أنا درست أنا في زول قال 62، أنا دخلته درست أكثر من 62 في المجال ده، في المجال أنا مجال هندسي وزول قد يكون مجال أدبي. أنا درست كم 70 ولا كم 80 11 12 13 15 دي درستها. لو سألتني سؤال أنا استفدت من ثلاثة مواد، هي ضبط الجودة والتحليل بتاع أغذية وأجهزة والقياسات. باقي المواد أنا درستها ممكن يكون مواد بتاع الرياضيات دي طبيعي إنه أي مهندس بدرسها، لكن باقي المواد أنا درستها دي ما استفدت منها أي حاجة، ما طلعت منها بأي حاجة ولا لقيتها في المجال العملي. إذا بضروري إعادة صياغة بتاع المناهج الموجودة في الجامعة، على الأقل إنه يا أخي الطالب ده أو الكادر بيتخرج ضروري ينافس على مستوى السوق المحلي أو السوق العملي، لأن أنت الكادر اللي أنت بتخرج ده بتمشي السوق العالمي بيجيب لك إنكم. إذا بضروري يتم تأهيله تأهيل كويس عشان إنه شنو النقدة تستقدر تستفيد منه. شاكر ومقدر. شكرا جزيلا لك. طيب يا أخواننا، مبارح عندنا بعض الإخوة عندهم مبادرة بتعطينوا الناس عشان تحب بعض وتبني دولة مدنية مع بعض، لازم تكون بتعرف بعض. فورونا التكتيك بتاعهم إنه أي ناس بيجوكم في منصة ولا برنامج تصروا وتتأكدوا إنهم عرفوا بعض. أسيتم تكونوا عرفتوا الناس اللي تكلموا قدام في الميكروفون، لكن الناس اللي ما تكلموا بكم بيعرفوا بعض. فدارين أي زول يا أخواننا يتعرف على أي زول قريب له، أهم حاجة يكون ما بتعرفوا قبل كده، لأنه يا أخواننا إحنا لو عرفنا بعض بنحب بعض ولو حبينا بعض بنقدر نبني دولة مدنية. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب. إحنا هنقفل اللايف، هنقول للناس مع السلامة وتصبحوا على خير. وجلسة الحوار.